صباح الخير على حضراتكم. أساتذتي الأفاضل، السادة أعضاء التدريس، الطلاب الكرام، يشرفني أن أتواجد مع حضراتكم في المؤتمر الدولي الثالث للابتكارات التربوية والتعليم المدعم بالتكنولوجيا في الإسكندرية، وهذا العام بعنوان الموارد التعليمية المفتوحة، الممارسات والسياسات، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وبإشراف الأستاذ الدكتور وائل نبيل قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبتنظيم من الأستاذة الدكتورة غادة الخياط مدير مركز الابتكارات التربوية والتعليم عن بعد بجامعة الإسكندرية وفريق العمل بالمركز. بداية كده كان لمركز الابتكارات السابق، طبعا مركز الابتكارات بجامعة الإسكندرية السابق، في دعم العملية التعليمية خلال جائحة كورونا من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس على كل ما هو جديد في هذا المجال، وساهم المركز بدعم تطوير محتويات ووسائط تعليمية لدعم الطلاب والعملية التعليمية، كما شارك المركز في العديد من المبادرات منها مبادرة الموارد التعليمية المفتوحة موضوع هذا المؤتمر. واليوم نواصل التقدم والابتكار والتواصل مع كل ما هو جديد في هذا المجال، ويسرنا تشريف الأستاذة الدكتورة دينا وهيبة للتعرف على ما هو جديد في مجال التعليم التفاعلي من خلال محاضرة بعنوان Online and Offline Interactive Tools in Education. اسمحوا لي بتعريف بسيط للأستاذة الدكتورة دينا وهيبة. دكتورة دينا تخرجت من جامعة الإسكندرية وحصلت على الدكتوراه في عام 2004، قامت بإجراء العديد من الأبحاث العلمية وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية، منها المؤتمر في البرتغال سنة 2019 ومؤتمر في الولايات المتحدة سنة 2016 وأبروس 2013 وغيرها من المؤتمرات العلمية. الأستاذة الدكتورة دينا وهيبة محكماً في المجلة العلمية الدولية Journal of Tourism and Hospitality Management. دكتورة دينا تهتم بالتواصل مع طلابها والتعرف على أهم مهاراتهم وهواياتهم، وتحترم تنوع أساليب التفكير واختلاف الشخصيات، تهوى الموسيقى وزراعة النباتات والزهور والتعرف على كل ما هو جديد ويسهل تطبيقه في مجال التعليم والتواصل مع الطلاب. دكتورة دينا أهلا بحضرتك، ويشرفنا يعني متشوقين كلنا لهذه المحاضرة والتعليم التفاعلي مع دكتورة دينا وهيبة. تفضل يا دكتورة. صباح الخير عليكم جميعا. شكرا جزيلا دكتورة هالة للتقديم الجميلة، ربنا يخليك يا رب. طبعا سعيدة بوجودي أساسا ومشاركتي في المؤتمر بدعوة الحقيقة كريمة، كان يعني تمت دعوتي لأن أنا أكون موجودة في التوتوريال بتاعت النهاردة. الحمد لله إن شاء الله تطلع يعني ظريفة ومفيدة. ربنا يخليكي. يعني سعيدة بوجودي معاكم، وطبعا بداية سعيدة للصبح كده، إن شاء الله تكون يعني يوم جميل من أوله. وإحنا يعني بحبش أبقى الموضوع بعمله مش بخليه رسمي، بحس إن إحنا يعني بنتناقش مع بعض كده، لو في فرصة يمكن بعد شوية نلعب مع بعض ولا حاجة، فيبقى إيه الموضوع إحنا واخدينه ببساطة. تجارب الواحد جربها بنفسه الحقيقة، وحاسة إن هو فرقت معانا كتير في حاجات في التدريس مع الطلبة، ممكن تبقى أفكار بسيطة جدا وحاجات يعني صغيرة قوي، بس تفرق جدا مع الطالب، بيحس ان هو فيه متابعة، فيه اهتمام، فيه الواحد واخد باله ان هو الطالب ده له مهارات معينة وله طاقة معينة وله حاجات بيحب، ممكن يعني حاجات تلفت انتباهه اكتر من ان هو يبقى اسمه بيقعد يحفظ بس. فان شاء الله نشتغل مع بعض كده نشوف الموضوع ده هيبقى عبارة عن ايه. وهستأذنكم بس ان احنا هنقفل الكاميرا عندي عشان بس لما هعمل برزنتيشن ما يأثرش على الإرسال أو شبكة الإنترنت عندي. صباح الفل عليكم جميعا، شكرا جزيلا. كده باين ان حضراتكم الشاشة ان شاء الله واضح يا دكتورة، تفضلي. تمام ان شاء الله. طيب
برضه ان شاء الله هتشارك معايا برضه في التوتوريال دكتوره دينا سالم، بس هتبتدي بعد ما اخلص انا ان شاء الله على خير في جزء برضه مهم وخاص بالاونلاين او اوفلاين انتراكتيف تول يعني. ف نبتدي مع بعض كده كبدايه، بس هنشوف هنتكلم في موضوعات ايه النهارده، او هنتكلم بشكل مبسط لان هي الجزء اللي بحب اعمله بعد شويه، بندخل لايف وندخل اونلاين وبنشوف الحاجات حاجه حاجه مع بعض. فايه عباره الانتراكتيفيتي؟ عباره عن ايه، او يعني ايه حاجه تبقى اسمها انتراكتيف في التدريس؟ في شويه تولز كده هنبص عليهم مع بعض بشكل عام، مش دخولا في بعمق يعني. البولز والكويزز وهي السيرفيز، دي من الحاجات اللي هي من التولز اللي تعتبر لها علاقه بالانتراكتيفيتي، وسلايد شو او فيديوز، وممكن تبقى ويبينارز، انتراكتيف تايم لاين، دي حاجات مش بنستخدمها كتير يعني ما عندناش يمكن خلفيه كبيره عنها، مالتي ميديا ستوري تيلينج، وانتراكتيف كوميك ستريبس. وهنتكلم بعد كده بالتفصيل شويه، هنتعمق اكتر شويه في اللي هو احدى هذه التولز اللي هو نير بود. وبعدين هنشوف برضو ان شاء الله يكون في وقت في الاخر كده قبل ما دكتوره دينا تبقى الميعاد بتاعها جه، ندخل شويه بسرعه في الابديتس اللي حصلت في المايكروسوفت تيمز، لان في حاجات ابديتس حصلت من شهر يمكن 7 أو 6 اللي فات ولا حاجه، واحنا في الاجازات والحاجات دي، فممكن يكون ما خدناش بالنا منها شويه، فنبص عليها بسرعه كده لان في حاجات حلوه قوي فيها. الانتراكتيفيتي عموما او حاجه تبقى انتراكتيف دي المفروض ان هي فيها انجيجينج، او فيها مع الافراد الاخرين هم بالنسبه لنا الطلبه، فيها تفاعل وفيها تواصل، بنوصل رسالة أو بنوصل كونتنت معين، وبنحاول إن احنا بنعمله بشكل الرسالة دي توصل لهم بشكل مبسط لهم علشان يبقى يعني الموضوع فاند بالنسبة لهم شوية. الأونلاين انتراكتيفيتي دي مفروض إن هي أو اللي هو التفاعل الأونلاين ده بيتم بيساعد الطلبة نفسهم إن هم يبقوا يفكروا بشكل أحسن شوية، وبيعملوا تعلم بطريقة تعتبر فعالة أكتر من العادية شوية. وفي الاخر برضو بتساعدهم ان هم ممكن يبقى عندهم فرصه ان هم يبقى بيعملوا اختيارات كويسه، لو هو بيقرر ياخد حاجات او بيعمل ماتشنج او بيعمل حاجات مختلفه من اللي بيعملها دي، بتزود عنده مهارات مختلفه شويه في ان هو يبقى يعرف يعمل اختيارات، ويبقى هو موضوع بيعدل في شخصيته بشكل ما يعني. وفي نفس الوقت هو بيتعلم بحاجه في الاخر بطريقه فيها فن يعني، هي مش بيتعلم بطريقه يعني روتينية بحيث ان هو بعد شوية هيبقى بيزهق وحينام مننا في الكلاس وكده، لا ده هو ممكن كمان يبقى مستمتع جدا. الاختيار التولز اللي بنستخدمها علشان نعلم بيها الطالب في موضوع الانتراكشن انتراكتيفيتي تعتمد على انا هدفي ايه، انا عايز اوصل له معلومة عاملة ازاي، والطالب بالنسبة لنا ده سنه أو عمره عبارة عن إيه، أو يعني هي في مرحلة سنية إيه. وفي الآخر إحنا برضو الرسالة اللي بنوصلها دي المحتوى العلمي بتاعنا عبارة عن إيه، هو مادة لايت يعني حاجة مادة خفيفة وكده، ولا مادة معقدة ومركبة ويصعب تدريسها، فبنحاول نحطها بشكل أبسط يعني، بيتوقف على أساس هنستخدم أي تول. هنعرض بشكل سريع كده نماذج للتولز دي. اول حاجه اللي هي البول او الكويزز او السيرفي، ودي طبعا ابسط حاجه ممكن تبقى بتتعمل، لان هو مجرد الواحد يعني يكون الواحد يسال سؤال، ده تعتبر دي اول مرحله ان الواحد يبقى فيه حد هيرد عليه يعني، سال سؤال فبالتالي في طرف تاني متوقع ان هو هيجاوبني يعني. طبعا في طلبه ساعات ما بتاخدش بالها ان هي المفروض تجاوب، بس يعني عموما المفروض ان احنا ما دام سالنا سؤال يبقى متوقعين اجابه. فهي اول حاجه وسيله ان الواحد يبقى بيساهم بيها في بول، اللي هو المفروض ان هو على قد ما هو حاجه بسيطه احنا بنعمل زي ما احنا متعودين وفي مجربين كلنا، مجرد زي ما بناخد اصوات كده بنعمل نشوف يا اما لايف مع الطلبه، او حتى بنقول له مثلا نرفع ايديكم ونشوف مين عمل كذا كم واحد، بناخد نسبه مئويه او بنشوف بشكل ما. دي برغم مبسطتها كده، بس بالنسبة للطالب بتعتبر ساعات الرد الفعل بتاعه ان هو مندهش للنتيجة، او ان هو متفاعل قوي معانا في involvement معانا، بحيث ان هو يعني عايز يعرف نتيجة الحاجة اللي عملها دي ايه، او السؤال اللي هو جاوبه ده هو في اني فئة من الناس اللي جاوبت، هو ده فعلا كان الإجابة الصح ولا لأ. وفي الاخر هي بتعمله زي نوع من motivation ان هو برضو عايز يبقى متحمس ويكمل بقية الموضوع. السيرفيز طبعا بتساعد ان هي تخلي الناس يعني يفكروا اكتر شويه، ويبقى في عندهم بتدخلهم في تفاصيل يعني مركبه شويه، بس ان هو يبقى بيجاوب على سؤال وبيختار اختيارات وممكن يحط اجابه من عنده، في open ended questions ممكن يبقى بناخد رايه في الاخر، عايزين نعرف رايه في اللي حصل ده كان ايه، ادينا عبر بنفسك يعني، فيه شويه تفكير ذاتيا الطلبه بيستخدموه.
من الادوات او التولز الموجوده، وفي حاجات منها احنا عارفينها اللي هي السيرفي مانكي، وده طبعا ممكن يستخدم في كهو فري اونلاين تول، وفي حاجه اسمها كويبلو بس انا الحقيقه بصيت عليها فطلعت ان هي اكنه زي السيرفي عادي، يعني بيدخل اونلاين برضو ممكن يعمل انواع سيرفيز مختلفه او بولز مختلفه، وفيها وايد رينج بقى اللي هي مستوى او يعني نسبه واسعه او مدى واسع جدا من ان الواحد يبقى السيرفي ده او الحاجه اللي بيعملها حتى التوبيك نفسه ممكن يبقى فن وممكن يبقى موضوع جاد جدا وممكن يبقى حاجه بيعملها عشان يوصل منها المعلومات باسئله عايز حاجات مهمه عايز يوصل لها، وفي الاخر بيوصلوا لنا ان هم بيعملوا ريزلتس بتطلع في شكل جرافس او بايز او حاجه بحيث ان احنا بقى حتى سهل ان احنا نعرفها من غير ما يبقى بنقرا كلام كتير، يعني مجرد ريشوز ونسب مئويه وحاجات كده وباينه في شكل فيجوال. يعني من الحاجات اللي ممكن برضو بتستخدم وانا حقيقه جربتها شخصيا بنفسي وموجوده على مايكروسوفت من التطبيقات الموجوده فيه يعني اللي هو بولي، ده برضو نوع ظريف قوي بيبقى بيطلع اسئله والواحد ممكن يعمله اما كويز او يعمل سيرفي او كده وحسب ما هو الواحد بيختار عايز يختار يعمله ايه، والطالب بيطلع له في شكل ثلاث اسئله او في ثلاث اجابات او اربعه زي ما احنا بنختار وبيطلع للطالب وبيبان، وممكن نختار منه ان احنا عايزين نستخدم ونعرف النتيجه فوريا او ان احنا لا هنخبيها ونعرف في الاخر لما الموضوع يخلص. يعني تاني حاجة من الحاجات اللي بنستعملها أو ممكن بتبقى موجودة فيها interaction يعني فيها slide shows أو الفيديوز، وممكن تبقى معمولة بشكل إن في تفاعلي برضو مع الطلبة في ويب سايت اللي هو اسمه slide share بيقدم tool اللي هو ممكن الواحد يخلي الباوربوينت عندنا presentation دي تتحول إلى slide show، ودي موجودة أصلا كمان في الباوربوينت الطبيعي دلوقتي بقى فيه الاوبشن بتاع إن احنا نحوله كسلايد شو ما يبقاش ان احنا بنعمله بس بكليكينج اللي هو الكيبورد بتاعنا، فبتبقى فيه انتراكتيفيتي في البرزنتيشن بتاعتنا شويه وبتقدم بشكل مختلف، ودي ابسط حاجه موجوده في اللي بنتكلمه دلوقتي. يعني هندخل في حاجات اعمق شويه ان شاء الله مع بعض. اليوتيوب برضو من الحاجات الظريفه والناس كلها عارفاها وتوصل لها بحيث ان احنا كميه الفيديوهات او الحاجات الموجوده عليها متنوعه ومتعدده جدا، وممكن الواحد شخصيا بيعمل إنشاء لقناة له شانل الموجودة خاصة به على اليوتيوب وبتدي ينشر الفيديوز الخاصة به كأعضاء هيئة تدريس أو دكاترة أو كده. في من الحاجات التانية برضو البرزنتيشن تيوب دي، وأنا الحقيقة جربتها برضو، هي نوع من الواحد ممكن يعمل ياخد الفيديو يشتغل عليه وممكن يبقى اسمه بياخد السلايد شو بتاعه الباوربوينت وممكن يحوله لفيديو قصير بيبقى بيتعرض كفيديو ويتشير على البرزنتيشن تيوب نفسها، او بيبقى اسمه بياخده كوبي لينك وبيبتدي يعرضه للطلبه ويحطه في المحاضرات بتاعته. برضو في التولز بتاعته الموجوده فيه شويه اللي هو ممكن يبقى فيه الواحد ممكن يعمل انوتيشن على الشاشه نفسها بيعمل بالالوان والاقلام ويعلم حاجات ويكتب للطلبه وقت ما بقى فيه برزنتيشن بتاعته شغاله. نير بود، وده اللي هو بقى القصه بتاعتنا الطويله شويه النهارده اللي هبقى مركزين عليها ان شاء الله، مفروض ان هو من الحاجات اللي يعني very useful way of interactivity لان هو فيه تفاصيل كتيره جدا مجرد مش بس فيديوهات، يعني هنشوف مع بعض فيه تفاصيل كتير قوي ممكن نستخدمها فيه ان شاء الله مع بعض. الصوت واضح لحضراتكم كده تمام ولا انا مفروض ان هو كله سامع؟ طب تمام يا حبيبتي. من برضو التفاصيل التانية اللي ممكن تبقى من الحاجات اللي فيها interactivity التولز دي كلها for free مش كده؟ فور فري. ما هي الحاجات اللي قلتها اللي فوق دي كلها فور فري، بس في حاجات منها بيبقى يعني في فري اوبشن وفي ممكن يبقى في لها بريميوم بروجرام او باكج يعني محتاجه مصاريف شويه او الواحد يدفع فيها شويه، وفي حاجات بتبقى محدوده او في حاجات بتبقى ليميتد شويه بحيث ان هي برضو من الحاجات اللي هنبقى بنتكلم فيها ليميتد او الفري اللي هي الفيرجن الفري بتبقى محدوده يعني ما بيبقاش فيها عدد كبير بينفع نستخدمه معه، فهنشوف مع بعض كده. الويبينار طبعا احنا كلنا عارفينه، والحاجات اللي هي ممكن يبقى ابسط حاجه فيها من مميزاتها ان احنا بتعرف تجمع الناس والاتنتيز بتوعها ممكن يكونوا موجودين في اي اجتماع حتى لو هم موجودين في بلاد مختلفه زي ما حصل بينا دلوقتي كده، يعتبر ده كانه ويبينار لان هو مجمعنا من دول مختلفه والمؤتمر ككل يعني. فبالتالي هي مفروض ان هي كويبينرز مهمتها ان هي ممكن بيبقى فيها شيرنج انفورميشن بنتبادل معلومات مع بعض او بنتناقش في افكار او ان احنا بنتعلم مع بعض حاجات اونلاين يعني من خلال الويبينار. التولز الثانيه اللي هي انتراكتيف تايم لاينز، ودي انا اعتقد ان هي يعني مش كتير سامعين عنها، هي عباره عن
صور وفيديوهات ممكن تعمل نكون منها ستوري، يعني حاجة ماشية على مدار فترة زمنية محددة. الاكزامبل اللي كان موجود اونلاين وكده اللي هي ممكن تبقى هي عباره عن فري ويب سايتس، ممكن ان احنا نعمل بيلدينج او نبني من خلالها وننشر الببلش انتراكتيف تايم لاينز. يعني احنا يعني فكرت فيها واحنا بنحضر حتى البرزنتيشن دلوقتي كده، ان هو ممكن كوحدات ابتكارات موجوده في الكليات وكده نبتدي نعمل مثلا اكنه من اول الفصل الدراسي لغايه اخر الترم، نحضر اكننا بنعمل تايم لاين فيه، بنحط الصور وبنحط الحاجات اللي انجزناها وفيديوهات صغيره متصوره للتفاعل مع الطلبه، الحاجات دي بتتحط كلها ورا بعضها ومترتبه على مر زمني على فتره زمنيه، ويبقى كاننا في الاخر بنعرضها بشكل ان هو يبقى من اول ما دخلنا لغايه لما خلصنا اللي عرفنا ننجزه في الفتره دي، بيبقى كانها نوع من التسجيل للتسلسل الاحداث او تسلسل الانجازات بتاعه الوحدات يعني. فممكن تبقى حاجه ظريفه لحتى للوحدات الابتكاريه في الكليات يعني. فهي مش بس ان احنا بنعمل بقى زي بروشور او ويب بيج بس، ده احنا بنخليها كمان فيها انتراكشن، ويبقى ظريف ان هي العرض بتاعها بيبقى شكله الحقيقه اظرف كتير يعني. من الحاجات التانية برضو اللي هي في حاجة اسمها مالتي ميديا ستوري تيلينج، دي برضو واضح من اسمها ان هي بنبقى كأننا بنعمل بنحكي قصة من خلال مالتي ميديا، فيها انتراكشن، ومفروض ان هي بتساعد اللي هو الكلمات والقصص والحاجات الرسومات المعمولة دي، مفروض ان هي بتساعد ان هي الواحد يتعرف على بروجرامز او في فرص اكتر او بيبتدي يحكي قصة او بيعرف الناس بتفاصيل اكتر شوية. تسمحوا لي ممكن ندخل هنا بحيث ان احنا نحاول نشوف الويب سايت نفسه، ناخد فكرة سريعة كده شكله بيعمل ازاي. هو أبسط حاجة الواحد بيعمل sign in، أو هو بيبتدي يعمل sign up for free trial كده، دي معناها ان هو معناها مش مجانا يعني. فبيبتدي ممكن انا اعتقد ان هي برضو ممكن الحاجات اللي هي زي كليات اداب او قسم مسرح او الحاجات اللي ممكن يكتب فيها زي قصة، او يبقى في ناس بتعمل عندهم مهارات ان هو يكتبوا زي مؤلف كتاب صغير كده، فممكن تبقى فيها تفاصيل ظريفة ان هم يحطوها او يحولوها لشكل مصور، يعني بقى كأنها نفس المعروض ده يا اما كوميكس او مكتوبة بشكل ظريف، بس بتبقى يعني محطوطة في الاخر في شكل صورة فنية معمولة ككتاب ومكتوب بالقصة اللي هم بيعرضوا عليها. من الجهات اللي بتتكلم عنها او يعني مجربها فعليا مثلا في شركات او حاجات زي بي بي سي والاكسفورد ووايرد، وكل واحد من دول معلق عليها بكلمه ان هو اميزنج او بريليانت او جيم، يعني هم فعلا بتجربها وواضح ان هي بتبقى بتفرق قوي في الحاجات الالكترونيكس او البادز او السمارت فونز وكده، ممكن تعمل انجاز مختلف يعني. بتستخدم على جوجل بلاي او الاب ستور في الاثنين الحقيقه موجوده يعني. فدي من الحاجات اللي هي ممكن تبقى بتفرق يعني مع الناس كتير. دي كده نكمل تاني. برضو في لينك هنا موجودة، ممكن بعد السيشن ولا حاجة ممكن حتى اخد اللينك دي وابعتها لحضراتكم على الشات برا. دي عبارة عن يعني صفحة كده بقيتها موجودة فيها 18 free digital storytelling tools for teachers and students. دي برضو ممكن ناخد منها افكار بحيث ان احنا نتعرف على انواع مختلفة لانواع للستوري تيلينج دي، ممكن تبقى حاجات اشكالها مختلفة يعني. برضو في الاخر هو من نفسه الويب سايت ده ممكن في الاخر تطلع شكل القصة او اللي هو الكتاب المعمول ده بطريقة فنية ظريفة يعني. من اخر حاجة هنتكلم عنها في دول اللي هي الانتراكتيف كوميك ستريبس، دي اللي هي برضو لو حاجات خفيفة شوية او معمولة بشكل اخف يعني، ما تكونش عايزة مواد صعبة او حاجات تقيلة او كونتنت صعب، وبتتقدم يعني بيقبل عليه اكتر قوي الطلاب او السن الصغير يعني. فهو في ويب سايت هنا برضو اسمه جو انيميت، المفروض برضو نبص عليه بصة سريعة كده. هو عبارة عن ان هو بيعمل فيديوز وكلاس روم، في الكلاس روم قصدي فيديوز يعني صغيرة، بحيث ان احنا ممكن نفس العضو هي التدريس او الدكتور مفروض ان هو يحاول يعمل ده كفيديوهات صغيرة، ممكن تبقى فيها رسالة، ممكن يبقى فيها حاجة خفيفة يعني كان بيوصل، بس مش لازم تكون معلومة ضخمة، بس عايز يوصل رسالة بسيطة للطلبة بتوعه، فممكن تبقى معمولة بشكل ظريف وسريع. وهو السايت نفسه في ال الأشكال والحركات بتاعت كل زي ما احنا شايفين كده اللي هو موجودين هنا مثلا، كله في ممكن يبتدي يبقى فيه ألوان ويلبس وأشكال وحركة والناس بتتكلم مع بعضها وبتاع، بحيث انه في الآخر بيطلع شكله تفاعلي بشكل فيديو صغنن، بيبقى شكله الحقيقة ظريف يعني.
احنا كنا لسه هنا دلوقتي. اوكي، فبس فزي ما احنا قلنا كده، مش بس في صور ولا كلمات بس، ده كمان في حركه وصور فيها حركه، وفي ساوند افكتس، وفي كمان كم ضخم جدا او مجموعه كبيره قوي من شكل الرسومات والصور اللي ممكن استخدامها يعني. وفي الاخر الطلبه نفسهم هيحبوا حاجه زي كده، ان هي تبقى ولو حاجات كل يعني شويه كل فتره وتانية كده نحط لهم صوره او حاجه نتكلم عنها. هستاذنكم هندخل بقى على نير بود دلوقتي. هو جربته الحقيقه قبل كده مره الترم اللي فات يعني، يعني الطلبه استمتعوا بيه جدا وحسوا بفرق شديد وكده، لان هو فيه اكتر من حاجه ممكن يتعمل كتول جواه هو نفسه ممكن تستخدم او تتجرب. والطلبه نفسهم تفاعلوا جدا، حتى لو انا زي ما هنشوف برضو بعد شويه ان هو مش لازم يكون اونلاين، ممكن الطالب نفسه يجاوب حاجه في البيت. فبالتالي برضو هو نفسه لو داخل متحمس فاكر نفسه هيعمل assignment، فيفاجئ ان هو داخل يلعب او داخل يعمل حاجة نشاط مختلف في رسومات وصور وحاجات كده وشكلها زي اللعبة في الاخر يعني. فهنبص عليها مع بعض كده، ان احنا ممكن تبقى الطالب ممكن يستخدمها ازاي. ممكن طبعا من الموبايل يستعملها عادي، ممكن من اللابتوب اللي هو في الكمبيوتر في البيت عنده هيستخدمها. وفي الاخر بيخلي الاكتيفيتيز او النشاط او المعلومه اللي في الكلاس اتخذت ممكن تتحط في شكل زي اللعبه او زي الحاجه فيها انتراكتيف عالي جدا يعني، انتراكشن عالي. ممكن من خلاله يتعمل بولز، ممكن يتعمل كويزز، ممكن يتعمل دروينج اكتيفيتيز، ممكن ماتشنج، ممكن حاجات تانية كتير. فهستأذنكم دلوقتي برضو نقرب في الشرح شوية وندخل على نير بود. بس يعني ما ندخل على اللينك دي برضو حضرتكم ممكن تدخلوا عليها تعرف نجرب فيها مع بعض، بحيث يبقى اسمنا عملنا اكاونت سريعا كده، ولو في كلاس ولا حاجة مفتوح برضو حضرتكم اسمكم موجودين معايا نشترك، وأكننا في اتنديز او في يعني مع حفظ الألقاب يعني في مشاركات، بحيث ان هي تبقى لايف اونلاين على طول في ساعتها نجربها. فهو مجرد ان احنا بندخل حتى لو على الكمبيوتر عندنا دلوقتي على HTTPS او ندخل www وندخل على نير بود، او حتى نكتب نير بود بس هيطلع لنا على طول. ينفع من الموبايل يا دكتورة؟ ينفع من الموبايل طبعا، اي مكان بينفع. ونعمل ساينين بحيث ان هو مش محتاج تفاصيل كتير، اعتقد مطلوب بس بياناتنا يعني احنا والايميل بتاعنا وخلاص. استاذنكم نعمل اكاونت بسرعه كده، نفتح فيه واحد. لما نبقى جاهزين بس هتعرفوني عشان نبتدي نقول هنعمل ايه. في اي مشاكل ولا كله تمام ولا nearpod.com مش كده؟ .com ايوه. طيب ممكن ناخد فكرة الأول كده الصفحة لما تفتح معانا هيبقى شكلها إيه، ولما بس يبقى يعني فتحت مع حضراتكم بس تقولولي عشان نبتدي أشرح في اللي قدامي على السكرين. وبعدين بيدي option student ولا teacher؟ teacher حضرتك بتدخلوا teacher أيوة. وفي sign up بالجوجل account ده أسهل حاجة متهيألي. بتهيألي كده الواحد بيدخل بيه بحيث إن هو محتاجش يعمل حاجة، لأنه بعد شوية حضرتكم لو حبيتوا تستخدموه يبقى ساعتها بتستخدموه كأكاونت بقى، بتبقى بتعمل واحد جديد كتيتشر يعني مش هنستخدمه كستودنت أو حاجة. هو بيستخدم فعلا جوجل أكاونت أيوة. طيب ممكن نبتدي مع بعض كده، نبص هنا على السكرين الأول. المهم بس يبقى عندي قصدي حضراتكم موجودين عشان لو ندخل الكود بتاع الكلاس أو الكود بتاع السيشن كده ممكن يبقى اسمنا في معانا يعني ناس مشاركين إن شاء الله. طبعا لما بندخل خلاص وبنعمل ساين إن بيطلع لنا هو شكل الأكاونت بتاعنا لو احنا عندنا صورة أو كده موجودة في جوجل، لا الأكاونت بتاع جوجل أو بتاع جيميل يعني، فبيبان عندنا. وبيبقى في على الشمال هنا المفروض ان هو الكود لو join a lesson ده، بندخل بقى لو ساعتها في اي class او اي حاجة منهم
من الموجودة بعد كده في الأكاونت عندي بتتعمل يعني لها كود، والطلبة لو هيدخلوا عليها بيدخلوا الكود اللي هيطلع لنا، هنشوف بعد شوية بيطلع منين. وهنا لو ماي ليسنز دي اللي هي المفروض الأزرق ده اللي واقف عليه، ده الحاجات اللي هنا متجربة أو عملتها بنفسي كتجربة. في حاجات طبعا يعني مجرد تجربة بس، وفي حاجات الواحد حاسس إن هو زي ما يكون يعني ممكن لو قعد شوية على لسن واحد ممكن يعمله بشكل ظريف الحقيقة. يعني في ريبورتس هنا المفروض بتتعمل دي اللي هي طبعا لو في طلبة موجودين وبدأوا يجاوبوا كassignments أو حاجات مطلوبة كlessons عليها activities معينة، بيبان عندي زي الassignment كده بgrades والreports ومين جاوب ونسبتهم كام في المية ومين جاوب الأول، يعني بيطلع لنا reports ظريفة بس عشان ما فيش حاجة مكتوبة بعدد أشخاص فمش هيطلع لي حاجة دلوقتي. في nearpod library دي بقى فيها عبارة عن كمية معلومات أو كمية فيديوهات وactivities ولسنز وحاجات مختارة بالببلشر، ولو في بريميوم كولكشنز دي لو احنا اشتركناها بقى باللي هي بالفلوس، يعني بنختار بنعمل سيرش احنا بندور على لسن ولا بندور على اكتيفيتي ولا عايزين فيديو، ممكن نختار مثلا اكتيفيتيز ونشوف ساعتها احنا عايزين السبجكت بتاعنا ايه، ممكن نختار انجلش لانجويج ارتس وممكن نختار حسب الحاجات دي، وفي العموما بنختار مثلا يعني اذر بحيث ان هي لو احنا عايزين موضوعات عامة بندور عليها عشان نشوفها. الظريف في الموضوع ان احنا ممكن اي حاجة من دي هناخدها لو احنا عايزينها، يا اما هنعملها شير يا اما لو في حاجة ممكن ناخدها اكنها بنعملها زي ما تكون اخترناها تبقى عندنا كداونلودد او بنستخدمها في اللسن في الكلاس بتاعنا. وممكن نشوف ده عبارة عن vocabulary مثلا ويب، وفي lesson reflection وفي writing paper، ممكن نعملها ازاي، نشوف اللسن ده ممكن هيبقى شكله عامل ازاي. فبنفتحه نبص عليه عادي كده ونشوف بقى زي ما احنا عايزين كل عنوان، ما احنا بنشوف حاجة يعني عجبتنا ممكن نبص عليها. فهنا بنشوف البريفيو، اعتقد ان هو كده متساب ان هو يملا كتابة، يعني هو بتقلي هنا كده في instructions ومطلوب من الطالب يعمل ايه وبيكتب فيها، اعتقد المفروض يكتب كتابة يعني يبقى كأنها زي ورقة. وبنشوف ساعتها ان احنا دي عايزينها add to my lessons فبنحطها، مش عايزينها بنطلع وبنشوف حاجة تانية. فكل دي options، انا قصدي فيه بقى كمية في الحاجات في library بتاعتهم، ممكن ندخل على ان هو مش عايزين activities، ممكن نختار حاجة تانية خالص، ممكن نختار بقى lessons موجودة ونشوف برضو أو videos موجودة معمولة جاهزة ونشوف هنختار منها إيه اللي عايزينه، ولو حاجة هتنفعنا هنبتدي نقول احنا هناخدها عندنا ونحطها علشان نشتغل عليها بعد كده أو نعدل فيها أو نستفيد بيها بجزئية معينة في الشغل بتاعنا، أو نحن نعمل شير وممكن نشيرها مع عضو هيئة تدريس تاني الزميل اللي بيدرس معنا المقرر ونتناقش مع بعض إن إيه رأيك نستخدم ده ونشتغل فيه، فيبقى الموضوع فيه حتى يعني حتى في interaction مع الزملاء مع بعضهم يعني. فطيب دلوقتي احنا كده اخترنا ان احنا بصينا بس على شكل الصفحة كده بشكل عام، فدي اللي هيبان لنا لو احنا اخترنا ان احنا عايزين نعمل الفكرة الاولانية اللي احنا قلنا عليها دي، ان احنا عايزين نبتدي نشوف بنبص عليهم بس نيربود لابري. في teacher resources ودي برضو من الحاجات الظريفة قوي، دي عبارة عن resources ممكن كأعضاء التدريس احنا شخصيا نشترك فيها، مفروض ان هي بتبقى عبارة عن أحداث شهرية، ممكن ندخل لايف ويبينارز بيعلمونا أو بيدونا فكرة يعني الحاجات بتبقى إيه اللي شغال، using nearpod with canvas, nearpod for beginners, plan, create and edit a nearpod lesson، وحاجة باللغة بالأسباني برضو كمحاضرة للناس اللي حايزة بتحضر، ممكن نشوفها per week وممكن نشوفها per month وممكن نشوف الموجود النهاردة إيه. ودي بتبقى to sign in أو register for free، وبتدي ممكن بساعتها الواحد اتعلم حاجة تانية او اتعرف على الطريقة اللي بيتم بيها الشغل بتاعهم ازاي. بس ده كده بالنسبة اللي هي الكولوم الموجود على الشمال ده. نشوف بقى ندخل في موضوع الجد شوية، في هنا حاجة اسمها كويك لانش، دي ممكن نعمل منها اكتر من حاجة الحقيقة، ممكن نعمل open ended question، يعني احنا مثلا دخلنا المحاضرة وحبينا يا اما في اخرها يا اما في اولها يا اما في وقت يعني في النص مستقطع كده حاجه جزء مهم شرحناه وعايزين نسال سؤال والطالب يجاوب باسلوبه وهو يفتح السؤال يجاوب فيه. كويس، ممكن نكتبه مثلا هنا ونشوف حضراتكم لو في ناس سجلت فعليا خلاص دلوقتي في نيربود ممكن نتوقع اجابات، يعني ممكن نشوف
نجاوب بالعربي عادي، مفيش مشكلة. كويس. وبعد كده انا ممكن احط صورة وممكن ما احطش صورة، ممكن احط اوديو، ممكن حتى لو وقفت عليه كده ممكن اختار صورة احطها اضيفها مع الجملة اللي انا حطيتها دلوقتي دي، ممكن احط اوديو ريكوردر او في صوت متسجل ما عندي جاهز، موسيقى ولا حاجة هو بيتفرج او بيسمع حاجة وبيحط عليها الإجابة بتاعته، ممكن احط PDF كملف يعني، ممكن احط فيديو ملحق بيها، فيديو صغير كده بيعلق عليه، ممكن الاوديو نفسي ابقى بسأل سؤال بالصوت ولا حاجة وابتدي هم بيجاوبوا عليه، او اي حاجة من على الويب كونتنت. وبختار هنا ممكن لو انا عايزه اللي هو الطالب نفسه ممكن اقول له ان انت عايز اجابتك دي ممكن تزود عليها كمان اجابه بصوتك، يعني انت كمان جاوب مش بس كتابه، ممكن تجاوب بصوتك. ونقفل كده. ممكن نعمل نزود هنا التايمر لو احنا عايزين ان هو الطالب ده او في وسط المحاضره ولهم 5 دقائق او 3 دقائق او اي وات ايفر بقى احنا عايزين نشوف نحطهم قد ايه هيشتغلوا، نسيب لهم 5 دقايق بدل ما يبقوا سايبين الموضوع مفتوح ان هم ونروح حاطين تايمر كده بحيث ان هو وقت ما ال5 دقايق يخلصوا يبقى كده السؤال ده اتقفل ومش هينفع يجاوبوا عليه تاني. فدلوقتي هنخلينا مثلا ممكن نديها دلوقتي 3 دقايق مثلا عشان ما نطولش على حضراتكم كتير، ونكتب فيها اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي بحيث ان هو اللي اشتركوا على النيربود ممكن نعمل كده. وبنعمل ايه ساعتها؟ بنعمل كويك لونش وده بيتبعت، هيظهر دلوقتي لحضراتكم المفروض ان هو هيظهر ان السؤال ده المفروض ان هو موجود له كود، الكود ده هو ده اللي بيتحط في الكولوم اللي على الشمال خالص فوق، فحضراتكم هتاخدوا اللي هي اللي هو زي حامد ده بس HAMD-Z يعني، ومفروض ان هو انا باخده لو انا الدكتور بتاع المقرر وباخده ممكن كوبي من هنا فكود كوبيت خلاص، وممكن احطه اخد اللينك بتاعته وبروح احطها للطالب او احطها على الشات مثلا لو احنا عملنا كوبي لينك هنا كوبيت برضو ممكن اروح فيها حضراتكم هنا بحيث ان احنا طبعا لازم هطلع بره البرزنتيشن فمش هينفع اعملها دلوقتي قوي فخلينا نكمل عادي يعني. خلاص يبقى كده احنا ممكن نعملها وممكن ابعتها لحضراتكم برضو لو انا عارفه ايميل الطلبه اللي هم عدد صغير هبعت لهم بالايميل، ممكن ادخل على جوجل كلاس روم واكني ببعته لهم في بدخل على طول لو انا عندي خلاص سايند ان في الجوجل بختار الكلاس بتاعي وبختار عايز احط لهم الاساينمنت دي فين او احط لهم ده فين وبختار الاكشن المطلوب منها، انا عايز اعملها اساينمنت ولا عايز اسك كويستشن بس مجرد سؤال ولا ميك ان اناونسمنت، انا ممكن اكون حاطه مش سؤال ممكن اكون حاطه اعلان او بيان عايز احطه او عايزه لسه هبتدي اعمل كرييت للماتيريال، فانا ممكن اخليها كانها بس اسك كويستشن وابتدي اعمل جو ده على جوجل كلاس روم لو احنا بنشتغل عليه. وممكن يبقى ساعتها ان انا هحطه ممكن عشان برضو يبقى هنا لو هو كويستشن بس ممكن استخدمه ان هنا عايزه احطه كاساينمنت عشان هو يجي لي للطالب ان هو يجاوب عليه كاساينمنت واسوي له اسم ولا حاجه مثلا اساينمنت نمبر 1 او اول تكليف ولا حاجه. لو في instructions عايز اقولها ان هو مطلوب الطالب يعمل كذا وان انت مثلا لو عايز تسجل صوتك معاها ممكن تسجل كذا كذا ما يزيدش عن كذا، كل التفاصيل احنا عايزين نحطها، هل هي all students بس ولا ده حد معين ولا فئة من الطلبة، وانا عايز تعمل تسكيدول ميعاد قريب مثلا ولا عايز احطه هينزل الطالب مثلا بعد 2 3 أيام ولا عايزه draft ولا assign فعليا دلوقتي هبتدي اخده كده واعمل assigning كده خلاص يبقى الموضوع ان هو وصل لجوجل classroom. تاني حاجة في حاجة تانية برضو اسمها ريمايند برضو من الحاجات الاوبشنز اللي هي او يعني التولز اللي ممكن تبقى زي الريمايندر كده بتفكرنا ان هو لو في طلبة مفروض مطلوب منهم حاجة تبقى بيتفكرهم بيها. الظريف في الموضوع جدا بقى في نيربود ان هو ممكن يبقى يتبعت على تيمز فده مباشرة كده وانس ان احنا عملنا كده برضو عملنا كليك بس مجرد عليها احنا هيوصلهم اللينك بتاعت الاسايمنت دي كلها، فبس بختار اسم الشخص او اللي هو التيم او الحاجه هعمله اساينمنت لمين، ممكن اختار التيم ده انا عاملاه اساسا للتريننج المفروض ان هو مش مفتوح لاي حد بس بجرب فيه الحقيقه والعب مع نفسي، فبنختاره وبعمل ممكن اعمل منه على طول كرييت اساينمنت وساعتها هحدده ان هو بختار ساعتها برضو الكلاس اللي انا عايز اعمل فيه الاساينمنت ده هيتبعت لمين ومين ومين مثلا واكتب له التايتل. ممكن نحدد ما هي الشانل دي في الاول ما بالظبط هيش هو ده بيتكتب فيه ساعتها لو انا حددته
كبيرسون او جروب او شانل، كل دي من الحاجات اللي انا ممكن اختارها يعني. فانا كده وانس ان انا عملتها فبختارها هنا، فبيطلع لي انا عايز احطهم فين، فبيطلع لي كل بالظبط بالظبط جدا. فبحس ان هو مش محتاجه بقى بنزل في كل اللي انا عايزاهم دول وبختار اللي انا عايز احطها لمين. ممكن اختار شخص بس لو انا عايزه طلبه معينين، بعمل بس كوماز بينهم وبحطها، وفي الاخر بروح عامله ان هي زي ما احنا قلنا كده دلوقتي، رحت عاملاها شير مجرد ان هي كده. فبتوصل كلينك اللي هي say something about this، لو انا عايز كمان ازود كلمتين ثلاثه عليها ان هي من فضلك اعمل كذا كذا والديدلاين بتاعها كذا ومستنيه اجاباتكم، اي كلام اللي احنا بنحطه، بحيث ان هو بيبقى الطالب نفسه بيبقى ساعات عايز يفهم يعني ايه اللينك دي اعمل بيها ايه يعني. كويس، ونروح عاملين شير. فونس ان هي هتتبعت كده هتوصل لي انا نوتيفيكيشن، حتى عشان انا هيوصلني هو خلاص يور لينك كده، وجو تو تيمز لو انا عايز ابص عليها، واوبن لو انا عايز اشوفها يعني. بس انا يعني ممكن طبعا الاماكن هنا مختلفة شوية، بس انا قصدي لو كده ممكن اوبن، لو فتحت جنرال هنا اللينك موجودة وصلت، لو فتحتها كطالب يعني هيوصلني عليه عشان ادخل الكود ده. كويس، فهي يعني الموضوع ظريف قوي ان هو الموضوع يعني في اي حته. انا عندي ظريف قوي في الموضوع اللي عجبني ان هو كل دي اماكن او كل دي جهات ممكن الواحد يعرف يخلي الطالب يوصل لها من خلاله. الحاجه التانية برضو ظريفه لو هو احنا مش بنستخدم تيمز يعني، وعايزين مثلا طلبه دراسات عليا او طلبه شويه صغيرين او بنتكلم مع دكاتره او مش عايزين نستخدم زوم يعني، مش عايزين نستخدم تيمز في الميتنج، ممكن نعمل تو كرييت زوم من هنا، بنعمل على طول لاونش ميتنج يعني. هنا بس مجرد ان احنا اخترنا الاون دي هنبتدي ندخل عادي جدا كاننا بنعمل زوم ميتنج، وبتدي الطلبه نعمل لهم ساين ان. ولو احنا عندنا عندي انا اكونت بتاعي بيدخل غالبا على حاجات اللي هي الجوجل وبيطلب الاكونت بتاعنا، لو احنا مسجلين وعاملين ساين ان في كده، فبنختار من جوجل ونختار الاكونت بتاعنا عادي خالص زي ما نكون بنعمل زوم ميتنج من اول خالص عادي من بره يعني، وبيعمل اوبن وبتدي ندخل على الميتنج بتاعنا عادي. كويس، لونش ميتنج وبتدي هيبقى مفتوح والطلبه هيبقى موجودين فيه، وهنبتدي ندخل نتكلم لايف في ساعتها على طول في اللي احنا اتفقنا عليه. فالموضوع يعني فيه سلاسه وظريفه اللي هي عجبني ان هو ما فيهوش صعوبه في الوصول لاي حد، الطلبه كلهم متفاهمين وسهل. هيك لو حبيتوا تاخدوا الحروف دي اللي هي الكود ده ونحاول نشوف حد هيحب يكتب اي كلمتين ثلاثه، ولا التايم بتاعنا خلص ولا ايه؟ انا دخلت فعلا يا دكتوره وظاهر حتى ان في ميتنج. ايوه عشان عملنا زوم ميتنج صح، اهو دلوقتي وقفت على على الميتنج بالظبط. يعني ما كتبتش اجابه؟ لا هو انا ما لسه ما عرفتش ادخل ازاي اعمل. طيب هو هو الكود ده المفروض ان هو الكود اللي احنا قلنا عليه ال HAMDZ ده، حضرتك هتلاقي السؤال المفروض هو تقريبا علشان احنا كنا فتحنا الميتنج فهو وقف دلوقتي على الميتنج بس. اوكي ماشي خلاص، المهم المفروض ان هو لو حضرتك كتبتي حاجه بيطلع لي هنا ان هو انسر وبيطلع لي بارتيسيبيشن كام في الميه جاوبوا على الاجابه بتاعتنا. فيعني فانا قصدي عشان برضو ما نطولش كتير في الحته دي. اوكي دلوقتي احنا قلنا خلاص الحاجات الموجوده هنا، وفي التايمر استخدمناه، في اللي هي بقى حاجه برضو ظريفه اسمها كولابوريت بورد، دي عباره عن زي ال بالظبط. ممكن هو الطالب نفسه لو هو حس ان هو لا انا عايز اغير شويه معلش من فضلك ثانيه واحده فممكن يعدل شويه لغايه لما التايم يخلص. هو عنده فرصه لغايه لما يقول خلاص كده التايم خلص. دي من الحاجات اللي هي زي البادلتس الظريفة اللي برضو كنا تعرفنا عليها من خلال الورش بتاع الدكتورة غادة الخياط. ممكن نحط صورة وممكن نكتب اسم التوبيك، هنا قدامنا 60 حرف ممكن نكتب فيهم العنوان، وفي لو في ديسكريبشن ولا حاجة بيبقى 300 حرف يعني حاجة بس مجرد سطر سطر يعني سطر اللي بيبقى كويس قوي. وبنبقى هنا مفروض ان انتراكتيف بورد دي مفروض ان هي زي برين ستورمنج كده، يلا بينا نفتح الشاشه دي ونتكلم مع بعض اونلاين ولايف والطلبه قدامنا كلنا وفتحناها، وكل واحد بالجهاز بتاعه سواء موبايل او لابتوب لو هو معاه وفي انترنت في الكليه، يعني زي برين ستورمنج كده كل واحد يعلق ويكتب من خلال الفورم ده. في كذا لها تيم او كذا ستايل ممكن الواحد يستخدمه علشان يبقى اسمنا بنستعملها. إن عملنا هنا مثلا كويك لاونش المفروض ان هو برضو هبتدي يفتح، وهيبقى كل حاجه لازم هتدينا اللي هو الكود علشان هيدخل على اساسه يعني، الطالب هيدخل في الاخر بالكود ده. فاي لسن او اي حاجه بنطلبها منه
بيتقدم له الكود اللي هو المفروض بيشتغل بيه. فبرضه دلوقتي احنا لو هندخل على الباد دي هيكتب الكود ده، وإما هتبعت لكم في لينك أو هتبعت في إيميل أو في جوجل زي ما احنا اتفقنا أو في مايكروسوفت تيمز، وهو كل طالب هيدخل يكتب اللي هو شايف المفروض يكتب فيه إيه. فدلوقتي أنا كده خلصنا دي حاجة بتتكتب كده، إن هو لو أنا عايز أحدد إن الطالب مش أي واحد يكتب أي حاجة، فممكن أعمله إن هو أنا هعمل أبروف الأول للستودنت عشان قبل ما يكتب حاجة وتطلع إن أنا لازم زي فيسبوك كده، اللي هو مش أي حاجة، وزي اليتم أدمن بيبص على الكتابة بتاعته علشان يشوف مسموح إن هو يعني يعلنها أو يعلقها ولا لأ. ممكن الطالب يحط صورة ويكتب جنبها، وممكن يكتب بس وبعدين يعمل بوست كده، معناها إن هي في طلعت ورقة صغيرة كده مكتوب على الشاشة دي أو على السبورة دي بالكتابة اللي الطالب قالها. ممكن برضو نعمل زي ما احنا قلنا كده يبقى بتايم، اللي هو متحدد اللي هيكتب الأول هيطلع أول واحد، وممكن بالستودنتس حسب أساميهم أبجديا، وممكن بكمية اللايكس بقى، هم كل واحد كتب كومنت أو كتب تعليق أو حاجة، وحسب كل واحد أكتر حد خد لايكس في قلب صغير كده بيطلع جنب الكتابة ده، مفروض حسب الناس عجبتهم تعليق شخص فلان الفلاني ده فبيعملوا له لايك عليها صغيرة. فممكن ساعتها بنحددها إن دي حسب اللايكس دي معناها إن دي أكتر كلمة أو أكتر جملة أو أكتر إجابة متفقين عليها كلنا، فبالتالي بناخد ان هي دي اكتر حاجة هنمشي عليها، ما لو هي برين ستورمينج او بناخد اراء حد يعني. انا برضو في ستودنتس مفروض ان هي كده بيقول لي ان هو مستني ستودنتس تو ساين ان علشان يدخلوا. ممكن في هذه الاثناء ممكن نفتح وايت بورد ونبتدي نكتب عليها برضو تاكست عادي جدا والالوان اللي احنا عايزينها، ونبتدي نعمل ونكتب ونمسح ونخلص وبعدين نقفلها على ما الناس تخلص مثلا الشغل، او بنكتب اهم النقط اللي اتكلمنا فيها كلنا كلاس على بعضه، بحيث ان احنا كلايف احنا شغالين مش قاعدين فاضيين يعني. بس ده مجرد الكويك لانش عملنا كل ده. ممكن نعمل هنا بقى في كرييت هنا اللي بتيجي بقى نعمل الكلاس بتاعنا او اللسن بتاعنا، في كرييت هنا وهي نفسها بتستخدم من هنا، ممكن تتعمل من كذا مكان، فهي كرييت ممكن نبتدي نعمل لسن، ممكن نبتدي نعمل فيديو، وممكن نعمل اكتيفيتي. فهو اللسن ده ممكن يبقى ده شامل فيه كل حاجه، فممكن نشتغله بحيث ان هو هيبان مننا اللي احنا عايزين نعمل فيديو هيبقى في وسط متضمن جوه الكلاس ده. بدايه ممكن نختار او بنحدد الاسم، هنسمي الكلاس ايه، ممكن نسميه مثلا ابيتال عشان احنا في المؤتمر بتاعنا 2021، ونعمل ديسكريبشن بسيطه، وبنختار الجريدز بتاعتنا، هل بي دي اف، ممكن بي دي اللي هو يعني هاير ادكيشن دكتوراه او اذر، فاحنا ممكن نخليه اذر. والسبجكت بتاعنا برضو هيبقى عندنا تنوع كتير، في حاجات كوليدج تيست بريب وانجليش كذا كذا وفاين ارتس وهيلث وحاجات مختلفه كتير. ولو نزلنا تحت كده ممكن برضو عشان ما يبقاش فيه تحديد لحاجه ممكن نختار اذر، وهنا سلايد ترانزيشن عشان الموضوع يبقى اسمه بيتحرك هو مع نفسه لما نخلص عرض المحاضرة بتاعتنا أو الكلاس بتاعنا أو اللسن بتاعنا اللي بنحضر. برضو هنا أو هنا الاثنين بيشتغلوا بنفس المحتوى أو الحاجة اللي هي مطلوب نعملها يعني add new، فدي معناها بقى كل بيطلع لنا بقى دي اللعبة الظريفة اللي احنا هنقعد نلعب فيها مع بعض، بيطلع لنا كل التفاصيل دي ان هو كل دي option احنا عشان نعمل فيها نكون بيها كلاس أو نكون بيها lesson يعني بالنسبة لنا كمحاضرة. فممكن من سلايدز دي ممكن تبقى بنبتدي نعمل من بلانك سلايد خالص وهنبتدي نشتغل عليها كسلايد عاديه خالص، اكننا بنعمل سلايد باوربوينت او حاجه بنحضرها من السلايدز دي، بيدينا هو تمبلتس مختلفه او ثيمز مختلفه وبنشتغل عليها بنختار وبنبتدي نعمل المحاضره كاننا بنكتبها يعني لسه في الوقت ده، بس يعني بنحضرها دلوقتي مش عندنا حاجه جاهزه، بس مش عايزين نعملها هنرجع بره ونقول احنا عندنا محاضره باوربوينت هنشتغل منها احسن فمش هنشتغل من دي. بس الحاجه الثانيه ممكن ناخد اللي هي سلايدز كلاسيك برضو، ممكن ان هي بتبقى كانها تقريبا نفس شبه الثانيه كده بس يعني كلاسيك شويه الاوبشنز مختلفه شويه ونوع، يمكن اعتقد ان هو النظام اللي هو السيستم بتاعها ممكن نشتغل تكست، وممكن نختار نحط جوه السلايد دي نفسها فيديوهات او ايمجز او جي اي اف، وممكن نعمل فايل ابلود من عندنا لو احنا عندنا سلايد مثلا معتقد بتبقى اللي هي جوجل سلايدز، هو قصده هنا على جوجل سلايدز، فممكن نستخدمها وممكن نقول برضو لا مش هنعمل سلايد دلوقتي فهنبص على حاجه تانية. هو طبعا عملنا واحده هنا عشان احنا ابتدينا ندخل فيها،
ففاضيه يعني. ممكن نضيف بقى فيديو، ودي برضو قصة، بس ممكن استعرض بسرعة كده الحاجات. ممكن نحط فيديو، ممكن نحط ويب كونتنت لو ما نجيب لينك ولا حاجة، نيربود 3D، ممكن نعمل سيميوليشن، ممكن نحط VR أو فيرتشوال رياليتي تريب، فيلد تريب. البي بي سي وورلد، ده بنحط عبارة عن فيديوهات من قناة البي بي سي، بنختار سيرش فيها وبنشوف احنا عايزين نشتغل في ايه. الجديد اللي كان ما كانش موجود السنة اللي فاتت او الترم اللي فات ولقيته موجود الترم ده الحقيقة سوي، فممكن نرفع محتوى سوي خاص بينا في المقررات بتاعتنا، ودي حاجة جديدة جدا يعني. سلايد شو لو احنا عايزين نعمله من خلال، ممكن بقى نحط الباوربوينت بتاعتنا او نحط اوديو، وده برضو بيبان اما صوتنا احنا مسجلينه على العرض نفسه او جزء احنا مسجلينه بصوتنا، او حاجة فيها صوت اوديو بيسمعوها وبيعلقوا عليها، وبتنفع بقى في محاضرات اللغات او حاجات الخاصة ب الحاجات اللي هي محتاجة الطالب يسمع حاجة عشان يعلق عليها أو يبدي رأيه أو فيها نقد أو حاجات كده، وفي الـ PDF بيتحط. ففي حاجة بيقول هنا scroll for more، طبعا كنتش ممكن نحط activities على طول من هنا، وبنختار الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. time to climb دي حاجة عشان برضو اللي يوصل الأول هو اللي كسبان، أو open-ended questions زي ما احنا جربنا قبل كده. وفي ممكن matching pairs، دي حاجات عشان ممكن يبقى كلمة وتعريفها أو تعريف والشرح بتاعه بيعمل matching لها، ممكن صورة وكلام قدامها عشان يشرح ان دي عبارة عن ايه، whatever يعني، كل ما هو ينفع يتعمل له matching ممكن يتحط. كويز ممكن، فليب جريد ودرو ات ممكن يرسم حاجات، وكولابريت بورد زي اللي احنا شفناها من شويه، ممكن نعمل بول، ممكن نعمل فيل ان ذا بلانكس كمان اماكن فاضيه هو يحط الكلمات بتاعت الاجابات الصح بتاعتها، او ميموري تيست. فكل دي مفروض ان هي اوبشنز موجوده في ان كل ده ممكن نحطه في اللسن بتاعنا. فاحنا مش بس بنحط كمان كمحتوى ده، احنا كمان ممكن نحط الكويزز او الحاجات اللي دي في النص بين كل واحد والتاني. فندخل نبص نشوف الفيديو كده عشان هو ده فيه شوية شغل ظريف وممكن يبقى حاجة ظريفة للطلبة يعني. هي مشكلة بس نيربود بالتجربة ان هو كان الفري فيرجن بتاعته بتاخد 40 طالب، فالأربعين طالب دول كانوا الحقيقة مثلا الدفعة كانت عندي أو القسم عندي في المقرر بتاعي كان حاجة 80، فطبعا نصهم دخلوا وعملوا، والنص التاني كل ما كان يجي يدخل يقول لي بالرسالة بتطلع له إن هو ما ال خلاص لوكت، اللي هو الأكتيفي خلاص لوكت ما ينفعش ياخده ويقبله يعني. فكانت حاجة محبطة لل 42 اللي ما عملوهوش الحقيقة، لأن هو كانت فرصة كويسة قوي إن هم كلوا عاملينه بشكل زي الفن قوي، وإن هم مبسوطين قوي إن هم جاوبوا حاجات من غير ما تبان شكلها إن هو مذاكر أو المفروض يمتحن أو حاجة. فكانت حاجة لذيذة جدا إن هو يعملها. الفيديوز في فيديو لايبرري اللي هي موجودة أصلا في الـ في الـ في النيربود، وفي من خلال اليوتيوب نفسها. أنا مجرد هنا لو أنا وقفت وجربت أكتب مثلا مثلا restaurant menus مثلا بما صفت يعني بيبقى اننا كلية سياحة وفنادق تخصص فنادق وكده، فممكن يطلع لنا هنا كل الحاجات اللي هي خاصة، كل ما هو خاص بالمنيو. فانا ممكن ابتدي اقول ايه، هاخد واحد هنا كويس وده عجبني، ممكن اشوفه من هنا عشان اتفرج عليه اشوفه هو ده مناسب للي انا عايز اعمله ولا لا. كويس، ممكن اكبر الشاشه عشان اشوفه كله. كويس، وبعد كده لو هو مثلا نقول ان هو عجبني قلت خلاص انا راضي عنه كدكتور وكده ان انا استخدم الماده دي، فبيعمل لي هنا كده كأنه ظهر لي في الشاشه الكبيره علشان ابتدي بقى العب بقى. كويس، فاللعب هنا هو عباره عن ان هو الفيديو هيبقى بشغله عادي. كويس، ومع كل جزئيه ممكن اعمل هنا اد اكتيفيتي، والاكتيفيتي دي مفروض ان هي اشوف انا هختار ايه، اما اعمل open ended question او ابتدي اعمل poll او اللي هو multiple choice question يعني. فعلى كل جزئيه من الفيديو حتى لو هو مش المحتوى بالظبط بتاع المقرر الماده العلميه بتاعتي بس له علاقه بالموضوع بيخدمه بيزود معلومات للطالب او كده، ممكن عند جزئيات معينه يعني زي ما تقولي to support يعني اللي هو المحتوى بتاعي، او ان هو هل يا ترى فهم الجزئيه دي ولا لا، او معلومه مهمه فانا عايز اتاكد ان هو وصلته بشكل ما من الفيديو نفسه، فبوقف وبعمل open ended question لو هو هيشرح حاجه معينه ويكتب هو باسلوبه، او ان هعمل المالتيبل تشويس كويستشن ده ونشوف مثلا نبص عليه هنا لو عملناه.
دكتورة دينا، احنا ممكن نتحكم في السورس بتاع الفيديو، يعني ممكن نحط فيديو احنا اللي عاملينه مثلا. انا هشوف رايك في اختيار الاوبشنز الثانيه في ماي فيديوز دي. انا هجيب من حاجه انا عاملاها يا اما من على الجهاز عندي او ان انا بالظبط. فانا قصدي كمان يعني اوبشنز موجوده، مش لازم يكون فيديو من يوتيوب يعني. فبدخل السؤال من هنا، بختار الاوبشن الاولاني، ممكن يعني اكنه اي حاجه مثلا، اكنه وات كذا، وبعدين الاوبشن الاولاني بتاعه اكن اجابه كويس، الاجابه الثانيه مثلا، وبعدين ممكن اعمل اد انسر احطها اختيار ثالث. لقيت والله طب ما في اختيار رابع كمان، او ان انا مش عايز فبشيل، فهو ده كده. وبعدين قبل ما امشي لو انا اتكيت سيف هنا هيقول لي في حاجه غلط، انت كده ما اخترتش، المفروض تختار اي اجابه فيهم اللي صح، عشان الطالب المفروض وهو شغال في الفيديو هيبتدي يلاقي الاجابه عارف ان هو يعني عمل صح او غلط، او انا هبقى متسجل عندي جواب الطالب صح ولا غلط، وابتدي اعمل سيف كويس. فهمشي بقى كل شويه هوقف اكتيفيتي، يا اما هساله سؤال يا اما يعني مالتيبل تشويس او اوبن اندد كويستشن، واروح حاطه له السؤال بتاعه. وبعد ما بخلص بروح عامله سيف كويس، فهيبقى خلاص اتسجل، والطالب كده في كل جزئيه فيها بوينت من دي هيقف عنده السؤال وهيبتدي الطالب يجاوب، وبعدين نكمل الفيديو تاني. فهو كده حتى لو هو يعني عمل اساينمنت وعايزين فيديو يدعم الموضوع اللي هو بيشتغله، فهو كده أكدنا المعلومة من الفيديوهات اللي احنا ممكن نرفعها له، تمام. فيبقى كده احنا أضفنا كمان حاجة. لو عايزين قلنا هنحط add new كمان واحد، وممكن ناخد فيديو تاني عشان نشوف احنا ممكن الأوبشنز الفيديوهات ممكن نعمل ايه. هنا قلنا في my videos دي لو انا كنت عاملة حاجة فيديوهات موجودة على اللي هو على نيربود شخصيا يعني، فباخد منهم حاجة وبشتغل عليها، أو أبلود الفيديو ده الأوبشن بقى الأخرين هيك بتكلمي عنه دلوقتي. أنا ممكن أحط فيديو عندي من اللابتوب عندي، فده معناها برضو ممكن تكون محاضرة أنا عملتها قبل كده سجلتها بصوتي على باوربوينت مثلا، وعايز أوقف عند أماكن معينة عشان أسأل أسئلة. فبالتالي أنا كده بعد المحاضرة أنا ممكن أعمل نفس الباوربوينت مرفوع كفيديو MP4 وموقفة بقى عليه ستوبس بتاعت نفس القصة بتاعت اللي عملناها في الفيديو بتاع اليوتيوب ده، حسب ما انا عايز السؤال احطه فين، يا اما اعمله open ended question او احطه كmultiple choice questions. فطبعا الموضوع يعني هيكون متخيلة ان هو قد ايه ممكن يبقى الواحد فعلا ممكن يجمع كأنه فيدباك من الطلبة، او بيسموها بقى اللي هو التقويم التقويمي ده بعد المحاضرة، بحاجة option زي ده ان هو مجرد ان هو رفع له المحاضرة بعدها وعليها اسئلة مباشرة كده يجاوبها الطالب في الassignment بتاعه كويس. حلو جدا، بنضمن كده ان الطلبه بيتفاعلوا معانا جدا جدا. فالمحاضره مش بس ان هو رفعها وعملها داونلود عنده، لا ده انت هتبص عليها وهتديني رايك ايه. مثلا ممكن نحرك هنا يعني مثلا اخد محاضره من هنا كانها باوربوينت من عندي، بس هيبقى مش فيديو، هيبقى اشوف لو في فيديو سريع كده مثلا يعني، ونروح عاملينه كده كأنه هو ده خدناه عندنا فبيتحمل عندنا. ده فيديو مفروض ان هو كان خاص بان هو ازاي طالب بيعمل كذا كذا عشان يعمل ساينين على تيمز يعني عاملها للطلبة. فهنوقف في كل حتة فيه، ودلوقتي كده بيقول لك ان هو خلاص الفيديو بتاعك بيتحمل وما بتاخدش وقت طويل قوي الحقيقة يعني. بس فلو فيديو احنا عاملينه بصوتنا او على محاضرة بتاعتنا او كده، فهو فعلا بيتحمل كما هو يعني زي ما هو كده. وبرضو بنعمل نفس الاوبشنز دي، بنحط اكتيفيتيز هنا كويس برضو زي ما اتفقنا كده، بنحط في كل حته الاكتيفيتي مالتيبل تشويس ولا اندد اوبن اندد كويستشن، وبنختاره ان هو الطالب هيتبعت له. برضو زي ما قلنا قبل كده لو احنا عملناه سيف هنشوف، بس هو الليسن كله احنا كل ده بنحضر في 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 كلاس واحد او في محاضره واحده، تمام تمام ايوه تمام يا دكتور. طيب حبيبتي فاحنا المفروض نقول سيف هنا وخلاص، ونروح بقى ساعتها نشوف بقية الكونتنت او هنزود حاجات تانية زيادة. فقلت لك ان احنا ممكن ناخده كده من على جوجل درايف، او ممكن ناخده من على اللابتوب بتاعنا، او نرفعه كدراج ونحطه على طول في الفايل، بحيث ان احنا بنحمل الفيديو بتاعنا كمحاضرة متسجلة MP4، سواء بقى ممكن بقى بعد الميتنج نفسه او بعد الاونلاين ميتنج مع الطلبة
ممكن هي نفسها بتنزل لو ريكوردد، هي نفسها بعدها بنعمل فيها ستوبس برضو، بنحط عليها أسئلة. فأنا قصدي الموضوع يعني قبل ما هو كل ما هو فيديو احنا ممكن نبتدي نعمل فيه ايه كويس. فهنزود حاجة كمان، ممكن ناخد دلوقتي في 3D دي مثلا النير بود، فيها بقى حاجات كاتيجوريز مختلفة، فيها مثلا places و things، وفيها ancient times حاجات تاريخية وحاجات أثرية وكده، فيها environment. واضح ان النت بدأ يبقى بيلعب معنا. مثلا الصوت وصل ولا فصلت منكم؟ لا لا معانا يا دكتور، سامعين حضرتك. هو يمكن بس عشان الفيديو هيك بتاخد نت. بالظبط كانت بتحمل وكده. فدي من الحاجات مثلا اللي هي ممكن تستخدم. انا ممكن افتح الشاشه كلها اخليها فول سكرين، وبيبتدي هو الطالب بقى بيحرك الحاجات بمجرد بالماوس بيتك عليه وبيتحرك معاه عشان يشوف الحركه نفسها 3 دي عامله ازاي. فالحقيقه برضو من الحاجات المبهره جدا، يعني اللي هو مش بس مجرد ان هي عايز احطها هحط دان معايا، عايز ارجع باك هرجع تاني واختار حاجه تانية. ancient time زي ما احنا قلنا في حاجات اثريه وتاريخيه وحاجات كده، بحيث ان هو ممكن تبقى محتوى يعني بدل ما ارفعه على طول بعمل اول بريفيو بشوف شكله هيبقى عامل ازاي، ان انا ده كده ممكن يتلف كليا 3D، انا مجرد ان انا بحركه على بالماوس عندي. برضو اختيارات ظريفه جدا في environment، ممكن حاجات خاصه زياره للمعبد من غير ما بالظبط هو هيشوف من بره هيقيم كذا. دي برضو في الحاجات الظريفه الهيومن بادي، دي ممكن الحاجات الخاصه بكليه الطب او كده، ممكن يبقى حاجات يعني حاجات مش كتيره، بس قصدي يعني هو نفسه هيلفه وهيشوف، ممكن يعمل زوم ان، ممكن يقرب عليه عشان يشوف يكبر الحاجة يعني أو يصغرها، ويبقى اسمه بيتفرج وبيدي بقى ساعتها لو في تعليق أو مطلوب عليها assignment يتعمل تاني ولا حاجة. مايكروسكوبيك برضو لو في حاجات خاصة بحاجات تحت مجهرية والحاجات دي، بحيث ان هي ممكن يختار منها حاجة ويبتدي يتحركها. بريفيو ممكن زي ما احنا قلنا كده بيكبر الشاشة ويشوف هو هيعملها ازاي وهيلفها ويتفرج على الأجزاء بتاعتها، ولو في عليه في الآخر يحط سؤال ولا حاجة هنستخدم بعدها كده، ونحطها في الملف بتاعنا علشان ده الكلاس بتاعنا، بنحط المحاضرة بتاعتنا. وهنزود حاجة كمان في simulation، ممكن دي حاجات بتعتقد بقى دي في حساب أو رياضيات يعني، وفي science اللي هو ازاي يحسب كذا ولو عمل كذا يحصل ايه، اكنه بيحسبها بشكل ما يعني. الطالب هيقعد يتصرف اكنه في interactivity كده، ان هو هيقعد يظبط دي تتعمل ازاي يوازن بين ده وده، الحاجات اللي هي فيها رياضة او فيها علوم شوية يعني. وبرضو لو مش عايزة هيرجع باك وهيبتدي نشوف حاجة تانية مكانها. احنا هنا هنرجع بنشوف اللي ممكن نحط ايه تاني. الفيلد تريب دي برضو ممكن تبقى virtual reality كده، لو الواحد عنده النظارة بتاعتها ممكن يستخدمها، لو ما عندوش يبقى مش هينفع يستخدمها، بس هو بيوري مكانه كانه 360 درجة متصور وبيدخل فيه بيعمل بقى تور بتاعته، وممكن يبقى في الاخر فيه كومنت عليه هيتصرف او هيشوف ايه. لو احنا استخدمنا النظارة طبعا هيطلع لازم شكلها بتبقى النظارة نفسها اللي هي لو لابسها هينفع يستعملها، احنا ما عندناش نظارة فاحنا هنشوف كأنه الفيو 360 درجة. واكيد بعدها لو في سؤال عن حاجة ممكن يبقى ساعتها بيتحط سؤال او بيتحط حاجة مطلوبة من الطالب يحطها عندها خاصة بيها. بي بي سي وورد زي ما احنا قلنا كده فيديوهات خاصة بالقناة البي بي سي، السوي اللي احنا بقى مفروض شغالين فيه كلنا دلوقتي بتاع الكتاب الرقمي، في برضو animals او في حسب الفئات اللي احنا بندور عليها، وممكن بقى الاستعانة من حاجة موجودة هنا فعليا ونكمل احنا عليها التفاصيل بتاعتها لو عايزين نكتبها يعني. اي حاجة بقى ممكن historical events season extreme كذا، بناخد اي حاجة منهم ونبتدي نقول ساعتها. في مثلا كان فلين landmarks، ممكن ايطاليا كولوزيوم مفروض ان احنا ممكن نفتحه كده بيشوف اكنه ده ملف سوي صغير كده، من الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها كتير الفترة اللي فاتت. ومجرد ان احنا بنعمل سكرول داون فبيورينا شكل الكتاب هيبقى عامل ازاي او شكل المحتوى عامل ازاي، ممكن نستعين بيه ونزود. وفي الاخر هو حتى جزئية كده كلاس اكتيفيتي، هنا لو ثينك بير شير لو هو بيشتغلوا اتنينات مع بعض مثلا،
في famous landmarks، وهنا دي المفروض ان هو what surprised you about what you learned، ممكن سؤال زي ما يكون سؤال مفتوح بحيث بيسمع من الطالب يعني ايه الحاجات المفاجأة اللي انت ما كنتش متخيلها. وده شكل الفهرس اللي هو لو فتحناه هيوري له كل عنوان من دول كان مكتوب فيه. فدي الحقيقة ما كانتش موجودة قبل كده، ولسه يعني اكتشفتها الحقيقة وانا بس بعمل البرزنتيشن دي. سلايد شو زي ما احنا قلنا هيبتدوا يدخل يعمل ابلود لكل ما هو باوربوينت او بي دي اف ممكن يترفع عليها، وزي ما احنا قلنا ممكن دروب بوكس من جوجل درايف او من الكمبيوتر عادي عندنا او من اي حاجة كلاود، فبيتم رفعه. اوديو زي ما احنا قلنا برضو لو هو حاجه مسجله او حاجه في صوتنا عليها او في حاجه فيها كلام كتير وعايزين ساعتها هيعلق او هيقول رايه او هيبدي تعليقه عليها، والبي دي اف لو برضو اي ملف هيتعمل كبي دي اف. كويس، ده ممكن يبقى باختصار شكل النهائي. بقى المفروض ان احنا لو خلصنا كده هنروح عاملين بريفيو هيورينا شكل الكلاس هيبتدي شغله عامل ازاي او المحاضره عباره عن ايه. وطبعا كده واضح ان المحتوى ممكن يبقى فيه تكست وممكن يكون فيه سلايد وممكن يكون فيه، احنا كده في وضع السلايد اللي هو بريفيو للطالب اكنه بيشوف، وهيحط بعد كده هيشوف الفيديو هيعرضه وبعدين هيروح متحرك على الحاجه اللي بعدها. لو في ستودنت بريفيو هو كده الطالب شايف ايه، بيشاف المكان اللي هو الطالب مكاننا كده هيبقى هو قاعد شايف ايه وهيشوف ده، ووقت ما خلصت خلاص بيبقى كده ساعتها خلص البريفيو كده وانا وافقت عليه، انا حطيت كل اللي انا عايزه كاستاذ ماده، بعمل سيف اند اكزيت ويبقى ساعتها سيفت الكورس بتاعي او المحاضره بتاعتي علشان الطالب يبتدي يشتغل عليها. وزي ما احنا قلنا كده بعد ما بتخلص ممكن تترفع في اي حاجه بقى كلينك كبوست عادي في تيمز، او ممكن نحطها كاساينمنت لو احنا عايزين يبقى عليها شغل لسه والطالب هيقرر هيعمل ايه. فهو كده عشان برضو الانترنت بدأ يبقى زعلان مننا، فاحنا هنشوف نرجع على الصفحة الرئيسية تاني. يس، ممكن نشوف حاجة تانية جاهزة او ان احنا خلاص لو هي في اي استفسارات ولا اي سؤال عن حاجة من دول ممكن نقول في من الحاجات بعد ما بيخلص الصفحة بتاعتنا او بنعمل المحاضرة بتاعتنا او الاكتيفيتي اللي احنا عملناها ممكن نعمل لايف بارتيسيبيشن. كويس، اكننا شاركنا مع الطلبة دلوقتي لايف في الميتنج او في المحاضره اونلاين لو احنا موجودين عندنا انترنت في الكليه، وبنفتح الشاشه وبنبتدي نشتغل عادي والطالب بيشوف المحاضره شغاله وبنبتدي نشرح حاجه زي ما تكون محاضره عاديه بس احنا مجهزينها كمحتوى ورا بعضهم، فيها اكتيفيتي وفيها محاضره كونتنت وفيها فيديو وفيها جزء الطالب هيعمل في النص مثلا ان هو التقييم لحاجه معينه او بيجاوب سؤال يتاكد ان هو فهم ولا ما فهمش في اول في نص المحاضره بعد المحاضره ما خلصت زي ما عايزين يشوف يعني. وممكن تبقى حاجه تانية اسمها student based، دي اللي هي بقى الطالب ساعتها بيحلها او بيجاوبها في بيته بقى، يعني هي بنسيب له هنا كانه له 30 يوم من ساعه ما عملنا الاساينمنت، برضو في كود بيدخل بيه باللينك ده، بناخد الكود ده ممكن نرفعه له على تيم زي ما احنا اتفقنا او نبعته له يعني باي طريقه زي ما احنا قلنا ممكن تتعامل بيها ازاي، او بنحطه كتيم برضو على اساينمنت للطالب علشان يبقى اسمه هو ده اللي هيخلص وهياخد الدرجه بتاعته وقت ما هيخلص الشغل فيه. فده الحقيقه يعني اوبشنز المختلفه اللي هي ممكن تبقى، وممكن ناخد الفايل ده بعد ما خلصناه ده بتاع المحاضرة وخلصناها ممكن نعمل drag to folder، لأن احنا عندنا هنا ممكن نعمل ازود folder، يعني ممكن نعمل create folder واكتب اسمه مثلا نكتب يعني اكتوبر مثلا اكن ده شهر اكتوبر هيبقى فيه كذا محاضرة اكن دي محاضرات شهر اكتوبر واعمل create، فيبقى عندنا في folder هنا بتاع اكتوبر وممكن ساعتها ده اللي هحط فيه حامل فيه دراج وحط له المحاضرات اللي انا عايز اشتغل فيها في الفتره دي في الشهر ده في الاسبوع الاولاني زي ما احنا عايزين نشوف هنسميه فولدر ايه ونبتدي نحط فيها الشغل بتاعنا. فده بشكل سريع كده برضو الاكتيفيتي زي ما احنا قلنا الحاجات الاشكال المختلفه، احنا ممكن نشوف حاجه نموذج لها دلوقتي لو حضرتكم عندكم وقت يعني وحابين تسمعوا. لسه انا لسه within time دكتور هاله ولا ايه؟ وحضرتك وزن تايم، وبصراحة المحاضرة شيقة جدا وممتعة جدا وفي أسئلة كتير جدا عايزة أسألها أنا شخصيا طيب. والموضوع كمان عايز براكتس يعني كل واحد يجرب. ما هو عايز كده، ما هي عايزة كده، هي فعلا واحد بس بيفتح ويبتدي يسيب نفسه بقى يعني يجرب ويلعب مع الحاجات المختلفة والأوبشنز كتيرة جدا، فالحقيقة تفاصيل كتيرة جدا. أنا ممكن هيك لو تسمحيلي ممكن أكمل بقية
بقيه اتفضلي يا دكتور. المحاضره بتاعتي. بس قصدي يعني هو كده بشكل عام ده نير بود. فالحقيقه برضو يعني انا بحاول نقدر نقول ان هو النير بود بلاتفورم كامل نقدر نستعمله، مش كده؟ اكيد. في حاجات كتير قوي، على الاقل حتى حاجات مساعده، يعني مش لازم يبقى اسمه فعليا عنده كل التفاصيل اللي احنا ممكن نحتاجها في مقرراتنا، لكن هتفيدنا في ان احنا يعني هتساعدنا في ان احنا يعني نكمل عليها، نستعين بيها، ناخد افكار منها ونكمل عليها. فالحقيقه الموضوع كان ظريف جدا الحقيقه، يعني كان حاسه ان هو عليه كل حاجه، وواحد ممكن يبقى اسمه بس يسيبوني هنا احاول اشتغل احضر المحاضره بتاعتي ومحدش يدخل يكلمني يعني. هو فعلا حلو قوي. فالحقيقه كان ظريف يعني. فممكن نحاول نكمل بس نشوف بقيه البرزنتيشن بتاعت الباوربوينت بتاعتنا ان دكتورة شاء الله تينا، ما هل ينفع ناخد مثلا الشغل بتاعنا كلينك ونحطه على التيم بحيث ان احنا نديه لمجال اكبر من الطلبة؟ ايوه حضرتك قصدي اللي حضرتك اللي اشتغلناها كله. ما هو اول حاجه اللي هي اللينك دي، هي دي من هو ناخد اللينك على بعضه بعد ما نخلص الكلاس كله، انا قصدي لما نقف بره. ليميتيشن العدد، نقدر حضرتك ان ما هو احنا كده، ما هو لو في اكتيفيتيز المفروض يدخل يعملها مش هيعرف يعملها، بس هيبقى اسمه لو حضرتك عندك كمحتوى بس كأنه كونتنت ورا بعضه، مفيش ما اعتقدش مفيش مشكله يعني. هو كده بس، هي مشكلته اللينك دي ان هو كان محدود بعدد الطلبه. انا حضرتك يعني برضو كنتش عارفه ابتدي اتكلم في الموضوع ده ولا لا لسه، بس انا الحقيقه تواصلت معاهم شخصيا، عملت فتحت الويب سايت مؤخرا بتاعهم كده، كان في حاجه اسمها ريكوست حاجه كده في الاول يعني. فانا افتكرت الاول ان انا هعمل ريكوست ان انا اتكلم معاهم في حاجه، فلقيتهم بيكلموني تاني يوم تليفونيا وقالوا لي حضرتك عملتي زي ما يكون ريكوست ان احنا نكلمك. فطبعا اندهشت يعني، هم اعتقد شركه في كندا، او يعني هو اصلا ما كان اساسا من كندا. فتكلمنا مع بعض شويه الحقيقه، وبنحاول نوصل لمعلومه ان احنا ازاي نوفق ان يبقى في تواصل بين جامعه اسكندريه ومعاهم، ان يكون في يفتحوا لنا شويه، اما في ديسكاونت يا اما في دعم من الجامعه زي ما عملوا معانا في مايكروسوفت مثلا، انه يبقى يقدروا يعني يوفروا لنا الموضوع ده مجانا بحيث ان احنا نعرف نشتغل بيه كأعضاء هيئة تدريس. فالحقيقه هم مرحبين جدا ونفسهم يبقى فيه تواصل، ونفسهم يعملوا زي لقاء تعريفي كده برضو، يا ريت كل اعضاء هيئة التدريس اللي في وحده الابتكارات في الجامعه يحضروه، علشان يبقى اسمنا بنشوف التفاصيل دي ممكن تتم ازاي، لان هو حاجه ظريفه الحقيقه. وبعدين حتى كان قبل كده بقول له المحدوديه، انتوا اخركم كام عدد طلبه؟ فقال لي كانوا حوالي 150 الكلاس الكبير، بس احنا شغالين ان هو يوصل ل 200 او 250 طالب. فدي برضو حاجه كويسه، لان في احنا عندنا محاضرات طلبه حتى لو سكشن ممكن يبقى عدد الطلبه فيه كده. فالحقيقه في يعني في امال عريضه الحقيقه، انا عندي امال عريضه يعني ان شاء الله ان هو ممكن يبقى ساعتها ان احنا ممكن نحاول نخلي الموضوع ده متاح لاعضاء حتى هيئه التدريس اللي بيرغبوا، يعني ممكن يبقى في يعني اللي معاهم مثلا ايميل يدخلوهم على الاكونتس بشكل ما، بروتوكول معين، اتفاقيه معينه، بحيث ان احنا نعرف نفتح الموضوع ما يبقاش محدود على 40 طالب يعني. مهما كان 40 دي ممكن تنفع مدرسات عليا مع طلبه عدد قليل قوي مش كبير عندنا يعني. فاذا عرفنا نعمل ده طبعا هتبقى حاجه جميله يعني، وربنا يسهل نعرف ننجز بعد كده، بس نخلص بس المؤتمر والشغل الجميل بتاع دكتوره غاده ده ان شاء الله على خير، ونشوف ممكن نقدر نعمل ايه ان شاء الله على خير. ان شاء الله على خير ان شاء الله. العفو 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 حبيبتي. فنشوف برضو احنا التيمز، احنا عرفنا مؤخرا كده ان في حاجات حصلت جديده وجددوا فيها شويه حاجات من شهر 7 أو 6 اللي فات كده، بدات تزيد في تيمز. الواحد بيفتح يلاقي في حاجات اوبشنز كده يقول لحضرتك ان احنا في نيو، والواحد يفتح يبص يلاقي في ابس جديده. فانا هنا الحقيقه حطيت في تو لينكس برضو في اليوتيوب، كان في فيديو هنا اتفرجت عليهم ان هو ايه الحاجات الاوبشنز اللي حصلت جديده. وفي نفس الوقت حابه ممكن اشوف مع حضراتكم هنا قبل ما نختم الرساله بتاعتنا دي او السيشن بتاعتنا، هنا في الباوربوينت العادي ده كويس، انا المفروض ان هو في اوبشن بتاع بريزنت ان تيمز، ودي اعتقد برضو ما كانتش باينه قبل كده قوي، بس الواحد لمجرد ان هو عملناها ولو دخلت هنا وكملت اكني من تيمز عادي ودخلت المحاضره بتاعتي هي نفسها اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، هتدخل كباوربوينت. حضرتك شايفين كشاشة معايا صح؟ حضرتك شايفين الشاشة معايا؟ ايوه ظهرت كده دكتور. تمام كده؟ تمام. فده دلوقتي اوبشن ان احنا نعمل شير للمحاضرة نفسها او الباوربوينت نفسها. انا ما اعرفش، كان اعتقد ممكن يكون حضراتكم عارفين الاوبشن ده، بس في الاوبشن بتاع ان هي ممكن اعمل
عرض بتاع المحاضره من جوه الباوربوينت نفسها. فالحقيقه يعني ممكن ندخل ونكتب ونعمل كتابات ونغير حاجات ونكتب ونعلق على حاجه وناكد على حاجه كويس، وفي الاخر ممكن نعمل ريزر بوينتر بس مجرد ان احنا بنشاور مش لازم نكتب، او مجرد ان احنا نحرك عشان بدل ما نعمل ريزر بوينتر من بعيد لو كتبنا بيه هيكتب، بس انا قصدي يعني هو نفسه كمتحرك مش لازم يكتب حاجه. نعمل اريز وبنمسح الحاجات دي ونمسح اللي احنا كتبناه ده كويس. الحاجه التانية الاوبشن برضو ظريف ان هنا في ممكن يعمل عرض، حتى لو امبارح مثلا كان بيتعرض البرزنتيشن بتاعت دكتور خميس، وكان انا ساعتها لقيت ان عندي اوبشن ان انا ممكن ادخل على سلايد وابص عليهم، دي عشان معمول فيها يعني انيميشن وكده، فبتدخل لازم اتك على كل واحد لوحده علشان اوري اشوف الشكل بتاع الحركه بتاعته، فممكن اعمل كده وممكن ارجع تاني اكني بتك عليها وبضغط عليها. وبعدين بعمل هنا الحاجه الظريفه قوي بقى ان هي شو بريزنتر فيور، ده اللي هو ده احنا شايفينه كأنا بقايم بالعرض يعني. في حاجه ظريفه قوي ان مثلا لو هي المحاضره مكتوبه بالانجليزي كلها انا ممكن اعمل حاجه اسمها ترانسليت سلايد، لو هي بالعربي ممكن احولها انجليزي، بس انا هنا الاوبشنز اللي عندنا مثلا في الماني كويس، فلو اتكيت عليها بيشتغل على كل سلايدز ويبتدي يحولها للغة اللي هو مكتوبة بيها بقت ألماني. فأنا دلوقتي مفروض إن هي لو اتشافت كده تشاف كل المحاضرة مكتوبة ألماني. حضرتك معايا؟ دكتورة هو ظاهر لنا العرض مش ظاهر لنا الأوبشنز، يعني حضرتك بتعملي حاجات إحنا مش شايفينها. ما هي ده كبريزنتر، هي كبريزنتر بقى هيبقى عنده اوبشنز مختلفه. يعني قصدي مثلا انا بان اللي هو الاحمر لما عملت خطوط او الدايره بان الاحمر، بس احنا ما شفناش اتعمل ازاي. بالظبط، ما قصدي بقى هو كده البريزنتر هو عنده اوبشن ده ان هو يعمل ده، بس هو الطالب او اللي هو الاتندي مش شايف بيحصل ايه. بالظبط كده، بالظبط. انا مثلا عندي اوبشن هيك، لو شايفين الشاشه دلوقتي واضحه ولا لسه برضو مش شايفين بيها ايه؟ لا واضحة، بس هي حضرتك كنت بتقولي هي قلبت ألماني. ألماني؟ لا متهيالي لسه هي ألماني، بس عشان هو واحد سلايد واحدة اللي باينة فمش باينة كلها يعني. هي لسه بالإنجليزي زي ما هي، ما غيرتش فعلا، يمكن محتاجة أوكي أو هي لا المفروض إن هي لا، بس هي مش لا، هي واضح ان هي مش عارف. جايز ان اللغات بيبقى ليها اوبشن مختلف. وحضرتك واقف على سلايد كام؟ حضرتك كده غيرت اه كده بانت عند حضرتك؟ لا حضرتك طلعت من السلايد اساسا. طيب اوكي، طيب دلوقتي هل باين عندكم؟ مش مهم يعني، قصدي بس هي ده الاساس ان هي في البريزنتر هو شايف ان هو في الوان واقلام وفي ليزر بوينتر وحاجات كده بيشتغل بيها يعني. هو اوبشن جميل طبعا. الحقيقه ممكن نجرب بقى بنفسنا ونشوف. بالظبط كده. طيب دلوقتي نشوف بقى الحاجات اللي اوبشن. دلوقتي الشاشه باينه بتاعت اللي هي بتاعت تيمز صح؟ تمام. تمام كده. طيب دينا بعد إذن حضرتك احنا عايزين ندي فرصه برضو الدكتوره دينا سالم. طبعا ما هي دلوقتي عشان كده بسال قدام وقت قد ايه، بس قصدي يعني كمعلومه عامه كده، بس اي حاجه فيها نقطه حمراء كده هنبص عليها هنلاقي اوبشنز كتيره جدا. كل التوبكس او اللي هي كل الابلكيشنز الموجوده. فانا قصدي بس لو مجرد حتى انا حضرتك حتى جربوا مع نفسكم بقى، معلش عشان برضو ما اطولش عليكم واخد مكان دكتوره دينا سالم، احنا بس لو مجرد كتبنا انتراكتيف interactive هيطلع لنا for education. المفروض ان هي في حاجات مختلفة جدا، بس احنا المفروض بنختار على الابليكيشنز كلها وبنكتب interactive في حتة، بيطلع لنا هنا بقى كل ما هو خاص ب interactivity في الكلاسز، وفي حاجات types حاجات كتير قوي كابليكيشنز يعني. مش عايزة بس طبعا لو فتحت مش هخلص يعني، لكن قصدي في انواع الامثله كتيره جدا، في حاجات في الكويزز وفي البولز وفي حاجات للبرين ستورمينج وكده، كلها حاجات موجوده جوه مايكروسوفت الحقيقه.
والظريف قوي ان الواحد يبقى اسمه بيجرب حاجات، في منهم حاجات للاسف مش فري، او الادمشن بتاعها او اللي هو البرميشن بتاعها مش مسموح لسه يبقى احنا اللي بنستخدمه جوه جامعه اسكندريه، وفي حاجات تانية تنفع تستخدم بس بنعمل ساين ان وبنشترك معهم. فده باختصار شديد كده الحاجات اللي ممكن تبقى اوبشنز، واحنا كل ما نلاقي نقطه حمراء في تيمز او كده او في مايكروسوفت عموما يعني نحاول نجري نبص عليها نشوف هي تبع ايه بالظبط، فهنلاقي حاجات جديده ان شاء الله. واسف على الاطاله والله، معلش انا ما خدتش بالي من الوقت، بس هو فعلا الموضوع يعني احنا واسع مستمتعين جدا. فعلا، الله يخليك. انا عارفه انا بس عارفه هو والله. الوقت يداهمنا. انا طبعا طبعا انا انا عارفه عندها دكتوره دينا لا سالم برضه عندها حاجات جميله عايزين ايوه برضه ايوه جدا جدا، فانا عارفه عشان كده انا اسفه جدا خش بالي خالص من الوقت، فانا بعتذر بشده بس والله ما اكونش يعني طولت عليكم كده ولا ازعجتكم ولا حاجه، ولو في اي اسئله برضه ممكن على الشات انا ما فيش مشكله هنرد عليه ان شاء الله. شكرا لدكتور هاله، شكرا لحضراتكم جميعا ولوجودكم معنا، شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا الف لحضرتك دكتوره شكرا دينا، جزيلا. استمتعنا بالمحاضره، وفعلا هي المحاضره محتاجه يوم كامل مش محتاجه ساعه، ومحتاجة الناس يعني تجرب بإيديها وتشوف هي فعلا فيها حاجات جميلة جدا. ألف الله شكر دكتورة يخليك، دينا. شكرا لحضرتك دكتور هيل، شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم جميعا. دلوقتي ميعادنا بقى مع دكتورة دينا سالم. دكتورة دكتورة دينا حضرتك معايا؟ دكتورة دينا سالم. دكتورة دينا، دكتورة دينا هي كانت لسه معانا. طيب بريفلي كده اقدم بس دكتوره دينا قبل ما نشوف هتقدر تبقى معانا ولا لا. دكتوره دينا عبد الحميد سالم مدرس بقسم الدراسات الفندقيه كليه السياحه والفنادق جامعه اسكندريه، حاصله على الدكتوراه عام 2016، شاركت في العديد من المؤتمرات منها المؤتمر الاول لمركز الابتكارات التربويه سنه 2019، ومؤتمر اخر بوزاره الصحه، ومؤتمر لجامعه اسكندريه. من أهم الاهتمامات البحثية للدكتورة دينا إدارة الإشراف الداخلي، الإدارة الفندقية في المستشفيات، ريادة الأعمال، علم النفس وسيكولوجية العملاء، التصميم الهندسي وفن التعامل اللي هو الإتيكيت. من أهم المهارات لدكتورة دينا التدريس وتحفيز الآخرين، التفكير الإبداعي وحل المشكلات وجمع البيانات والمعلومات. دكتورة دينا حضرتك معانا؟ دكتورة دينا برضو هتعرض لنا جزء جميل جدا في الجاميفيكيشن والانتراكتيف ليرنينج مع الطلبة. هي مش بريزنتر كده؟ مش مضافة كبريزنتر؟ دكتورة دينا لو حضرتك معانا بس اعملي raise hand علشان نضيف حضرتك كبريزنتر. الو بتقولي بس مش عارفة تدخل على تيمز.
وصلت الدكتورة دينا. أيوة دكتورة دينا دلوقتي معانا البرزنتر. ايه برزنتر بالفعل دلوقتي؟ ايه دكتورة دينا، دكتورة دينا معانا سامعانا. ايوه بقت برزنتر. ايوه بقت برزنتر دلوقتي، ضفتها انا. دكتورة دينا سلم. يا دكتورة دينا معانا، ثواني بس وهتبدأ العرض. تمام اوكي. أهلا بيكي دكتورة دينا، الشاشة بدأت تظهر اهي. معايا يا دكاترة؟ معاك أنا كلنا معاك. ظاهرة في أي حاجة. معاك يا دكتورة دينا، أهلا بيكي. أهلا محمد، الشاشة ظهرت؟ ظهرت. طيب ولا لو ينفع بس خليك تعلي صوتك شوية عشان هو الصوت واطي شوية. طيب حاضر. اوكي يا دكتور، هو انا هتكلم عن استخدام الالعاب في التدريس. والحقيقه هي بتستخدم ممكن باكتر من طريقه زي ما هنشوف مع بعض. هو المقصود بيها يعني تعريفها نظريا اللي هي تمارين او انشطه بيدخل فيها الطلاب بشكل فردي او جماعي، وبيكون ليها هدف ان انا اثر عليهم سواء بديهم معرفه او مهاره او سلوكيات واتجاهات من خلال انهم بيمارسوا حاجة او بيجربوها. وبتمتاز طبعا ان هي بتكون مشوقة وبيكون فيها نوع من الترفيه والتحدي بين الطلاب. ايه المميزات اللي انا باخدها من الالعاب التدريبية؟ لو حبيت اقسم كده المميزات دي كده لجروبات او محاور، اول حاجة ان انا كهدفها في التعليم ان هي التعليم الناتج عنها بيكون سرعته وفعاليته اكبر من الانشطة التدريسية التانية، وان هي بتساهم في تثبيت المعلومات والمهارات او السلوكيات اللي انا عايزة انقلها للطالب في ذهن الطلاب دول. انا بستخدمها في ايه؟ انا بستخدمها يا اما بكتشف سلوك من خلال وهم بيمارسوا اللعبة دي، بقدر اكتشف سلوكيات معينة انا عايزة الاحظها فيهم. بتستخدم كمان ان هي بتساعد في تطوير وتنمية مهاراتهم. كمان الالعاب بتساهم في ايه؟ ان هي بتحفز الطلبة من خلال ان هي بتستخدم اكتر من حاسة في نفس الوقت، ممكن يستخدم اكتر من حاسة في نفس الوقت في ممارسة اللعبة.
كمان بتعمل على الثورة العقل، يعني بيشغل دماغه، بيطلع أفكار، بيطلع إبداعات، وبيكون بشكل تلقائي. طبعا بيكون فيها نوع من إن هو متعة طبعا، وانتباهه بيكون عالي جدا، بيكون عنده دافعية أكبر للتعلم. بنكسر بيها الملل اللي ممكن يحصل خلال المحاضرة التقليدية العادية. الألعاب كمان من أكتر الوسائل اللي بيتفاعل فيها الطلاب ومع بعضهم كمان ويعملوا تيم. كمان الألعاب بتخلي الطلبة بيتعلقوا أكتر بالمحاضر اللي بيديهم المحاضرة. إيه اللي ممكن يبوظ اللعبة اللي أنا بعملها مع الطلبة؟ أول حاجة إن اللعبة ما تكونش متوافقة مع الهدف، يعني أنا أبدأ ألعبهم لعبة وهي ما لهاش أي علاقة بموضوع المحاضرة أو بالأهداف التعليمية اللي أنا عايزة أعملها، أو إن هم ما يتفاعلوش معاها بشكل كبير، وده أمر نادراً ما بيحدث، يعني إن الطلبة ما يتفاعلوش مع لعبة، أو إن أنا كشخص كمحاضر ما كنتش متمكنة أصلاً من اللعبة، مش مهيئة لإن أنا أقدمها بشكل كويس وأدرها بشكل كويس فتبوظ مني الموضوع، أو إن أنا أفقد السيطرة عليهم فتبدأ اللعبة تطلع من دور لعبة تعليمية لحاجة ياخدوها بهزار أنا ما أقدرش أسيطر عليها، وبالتالي أنا ما بديهمش الخبرة أو الفرصة التعلم اللي أنا كنت أصدوها من اللعبة، يا إما ما بقدرش، وده برضو ضعف إدارة إن أنا ما بحددش الوقت المناسب، فالوقت اللي أنا محددها بينتهي قبل ما اللعبة تخلص وبالتالي ما بوصلش للهدف النهائي اللي أنا عايزاه، يا إما إن الطلبة ياخدوا اللعبة دي على إنها بقى مش حاجة تعليمية ولا حاجة، هم بيتنافسوا مع بعض فكل هدفهم إن هم يتنافسوا وخلاص ويفوزوا باللعبة من غير ما يركزوا على الأهداف التدريبية اللي أنا عايزاها. طبعا ده كله محتاج إدارة من المحاضر إن هو يكون فاهم اللعبة اللي بيعملها كويس، أو إن أنا ما يكونش عندي تقييم، يعني باجي في آخر اللعبة ما بقولش للطلبة تقييم ونتائج للعبة اللي عملوها دي، ما بدأش أحللها، ما بدأش أربطها بالمقرر أو بالواقع العملي بتاع الطلاب، وبالتالي بتفقد اللعبة معناها. طيب أهم حاجة لما باجي أحدد لعبة إن يكون ليها علاقة بفكرة أو موضوع المحاضرة اللي أنا شغلاها، بشرح لهم إزاي هيلعبوها، إيه المهارة أو إيه المفهوم اللي أنا عايزاه يوصل لهم، عشان زي ما قلنا ما تتحولش لمجرد هزار ولعب. لازم تكون اللعبة مناسبة للمتعلمين، يعني كل فئة عمرية أو كل مرحلة بيبقى لها ألعاب معينة ممكن تناسبها. كل ما كانت اللعبة دي جديدة وهم مش عارفينها، كل ما كانت الفايدة اللي بتحقق من وراها أكتر، ودرجة التشويق أكتر فيها، ودرجة استفادة الطلبة منها أكتر. الألعاب التدريبية مجال واسع جدا، وفي كتب معمولة عن الألعاب التدريبية دي، وبتحدد لحضرتك اللعبة دي ممكن تستخدم إمتى وفين وإزاي وإيه الهدف اللي ممكن يتحقق منها. دائما وأبدا مع الممارسة حضرتك هتبدأ تبدع في إنتاج الألعاب دي، وهتبدأ أنت تصممها، وكل ما كانت من الفكرة من تصميمك كل ما كانت أقوى، لأنها بتبقى مرتبطة أكتر بالمقرر بتاع حضرتك، بالتالي تأثيرها بيبقى أكبر. اللعبة الواحدة، وده لو حضراتكم بصيتوا في أي كتب بتتكلم عن الألعاب التدريبية أو التدريسية، اللعبة الواحدة ممكن تستخدم لأكتر من غرض وتحقق لي أكتر من هدف، ممكن أستخدمها في أكثر من مقرر ببعض التحويرات البسيطة. طيب امتى بتستخدم الالعاب دي وليه بنستخدمها؟ انا بستخدمها يا اما في افتتاح المحاضره وتهيئه الطلاب للمحاضره، يا اما اثناء سير المحاضره نفسها، يا اما في ختام وتلخيص المحاضره. طيب بستخدمها ليه؟ يا اما لانها مرتبطه بالموضوع اللي انا بشرحه، يا اما انا عايزه استوعب فائض الطاقه اللي عند الطلبه في فبشغلهم في لعبه، يا إما عايزة بدأنا ننام ونمل فعايزة أنعش الذاكرة وأعد لهم الحيوية ونشاط خلال المحاضرة.
طيب خلينا ناخد كده مع بعض أمثلة دكاترة. أول حاجة لو أنا عايزة في الافتتاح والتهيئة أنا عايزة أعمل الآيس بريكينج بنسميه، أو عايزة أعمل تعارف ما بين الطلاب دفعة مثلا سنة أولى أو لسه داخلين القسم العلمي جديد فلسه ما يعرفوش بعض فعايزاهم يتعرفوا. فمثلا ده مثال للعبة إن أنا بوقف بسأل الطلاب أنت بتستمتع بإيه؟ ايه اكتر حاجه بتحبها؟ فواحد بيقول القراءه، الموسيقى، الغنى، كل واحد بيقول حاجه. فبعد ما بيقولوا ببدا ان انا اقسمهم مجموعات، كل المجموعات يعني كل اللي بيحبوا القراءه يقعدوا في مجموعه، كل اللي بيحبوا الموسيقى يقعدوا في مجموعه، كل اللي بيحبوا الجيمز على الكمبيوتر يقعدوا في مجموعه، واسيب لهم وقت يتعرفوا على بعض 5 دقائق مثلا او 10 دقائق يتعرفوا على بعض ويتكلموا عن هواياتهم دي. بعدها ببدا اطرح سؤال تاني، انا بحب مثلا انه نوع اكل، انا بحب الاكل الشرقي، انا بحب الاكل الايطالي، انا بحب الاكل السوق الشامي، انا بحب whatever، انا بحب ايه. وببدا تاني اقسمهم مجموعات وفقا للهوايه دي. فببدا ان انا كطالب دخلت في مجموعه، بعد شويه دخلت في مجموعه تانية مع هوايه تانية او حاجه تانية، ببدا اتعرف على الناس دي وهكذا لغايه ما كل الناس تبدا تتعرف على بعضها عن طريق الهوايات المشتركه. دي لعبة أنا ممكن أستخدمها في افتتاح المحاضرة عشان أعرف الطلبة ببعض. مثال تاني برضو في الافتتاح والتهيئة إن أنا هيئ الطالب لموضوع المحاضرة. إزاي؟ أنا مثلا بقول التايتل بتاع المحاضرة، وده مثال للعبة إن أنا مثلا بجيب أكياس أو علب فيها شوية أدوات، لام، شبك ورق، أي أدوات أنا بحطها، وابدأ أقسم الطلبة مجموعات وبقول كل مجموعة تطلع حاجة من الحاجات الموجودة في العلبة أو الكيس اللي قدامها دي وتربطه بموضوع المحاضرة. فهيبدأ الطلبة يشتغلوا، يشتغل عندهم التفكير الإبداعي، ويبدأوا من خلال هذا النشاط أنا بعرف إيه فكرهم عن موضوع المحاضرة، هم شايفين إيه المواضيع المرتبطة بيها، إيه المواضيع الفرعية اللي شايفين إنهم هيخدوها في موضوع المحاضرة ده. فببدأ إن أنا أستنتج أو أخد أفكارهم من خلال لعبة، بهيئهم وبنشطهم انهم يدخلوا في المحاضرة، وفي نفس الوقت بعرف خلفياتهم او بعرف هم فاهمين الموضوع ازاي، وببدأ اخد معلومات. طيب في مثال تاني برضو ممكن استخدمه في الافتتاح والتهيئة ورتبط بالموضوع واستيعاب فائدة الطاقة عند الطلبة، ان انا اتعرف على مهاراتهم. مثلا المثال للعبة دي مثلا ان انا بوقف الطلبة دايرتين جوه بعض بحيث كل اتنين يبقى وشهم في وش بعض، وبسألهم ايه المهارة. اللعبة دي يا دكاترة انا ممكن استخدمها في المقررات التراكمية، يعني لو انا عندي طالب درس مقرر في سنة تانية وفي مقرر انا بدرسه له دلوقتي في سنة تالتة مترتب على بتاع سنة تانية، فانا عايزة اعرف معلوماته ايه، ايه الحاجة اللي ثابته في دماغه، ايه الحاجة اللي لسه محتاج نعمل استرس عليها السنة دي. فببدأ اسأله ايه هي المهارة اللي انت تعلمتها في المادة دي ولسه تعرف تعملها لغايه دلوقتي. تمام، بيبدا كل اتنين قصاد بعض في الدايرتين يسالوا بعض السؤال ده، بعدين بخلي دايره منهم تتحرك، دايره واحده تتحرك بحيث الشركاء يختلفوا، وبيسالوا سؤال تاني ايه هي المهاره اللي خدتها او الحاجه اللي اتعلمتها في الماده دي ومش عارف تعملها لغايه دلوقتي بشكل جيد او ما فهمتهاش كويس. وبعدين ببدا برضو احرك الدايره تاني، طب ليه الحاجه اللي فهمتها كويس دي فهمتها ليه، او ليه لسه بتعرف تعمل المهارة دي لغاية دلوقتي. وبحرك الدايرة تاني واسأله انت ليه ما بتعرفش المهارة اللي معرفتش تعملها دي، ليه معرفتش تعملها. فبدأ الطلبة اولا بيتنشطوا لانهم بيتحركوا، بيبدأوا يتعرفوا هم نفسهم وانا كمان اعرف كمحاضر هم ايه المهارات اللي اكتسبوها واكتسبوها ازاي. يعني قد يكون المحاضر في السنة اللي فاتت دي درسها لهم بطريقة معينة، فببدأ استوعب ان الدفعة دي بتفهم اكتر عن طريق كذا، فببدأ اخد انا فيدباك سريع كده، وفي نفس الوقت الطلبة بيتحركوا حواليا وبيتنشطوا وبيتحفزوا لان هم يكملوا معايا الكورس. في مثال تاني اثناء سر المحاضرة، انا دي مثلا لعبة من الالعاب كنت بلعبها للطلبة في مقرر التفكير النقد. انا كنت عايزة اشرح لهم حاجة اسمها المصفوفة التشكلية، اللي هو ازاي يقدر يطلع بدايل او خيارات كتير لحل مشكلة ما او موضوع ما بيقابله. فبدأت ان انا احط بطاقات
كل كارت من دول كان فيه شخصية، مكان، هدف، عوائق، وبقلبهم على ظهرهم. دول كروت منفصلة، وكل مجموعة من الطلبة بتختار كارت من الشخصية وكارت من المكان، كارت من الأهداف وكارت من العوائق، وببدأ أطلب من كل مجموعة إن هي تاخد الكروت اللي خدتها دي وتكون بيها قصة. فبتبدأ كل مجموعة تكتب قصة بالشخصيات اللي معاها، يعني مثلا طلع له بالصدفة سيدة عجوز وكافيتيريا المدرسة وتعلم التجارة والطقس السيء، فمطلوب منه يعمل بيهم قصة. بعد ما كل جروب بيعمل القصة بتاعته وبيبدأ يعرضها يشرحها، ببدأ أنا أعرض السلايد اللي قدام حضراتكم دي، وبقول له دلوقتي كل حاجة منهم كان في قدامها بدائل، تقدروا بقى أنتوا إيه البديل اللي ممكن تاخده. يعني أنت كنت واخد سيدة عجوزة، إيه ممكن بقى تاخد بقى قطة غير مرئية أو مراسة تلفزيوني أو رياضي شهير وتغير قصتك؟ طب ممكن تغير كل الأربعة وتحط بديل تاني قصة تانية خالص، ولا ممكن تغير بديلين اتنين؟ فيبدأ الطالب يفهم يعني ايه استخدم الحاجات المعلومات اللي عندي عشان اعمل بدايل وحلول للمشكلة اللي عندي. فده جزء انا ممكن استخدمه، كنت بستخدمه اثناء سير المحاضرة نفسها. طيب في مثال تاني ممكن استخدمه في الختام والتلخيص، بيحقق لي الارتباط بالموضوع وانعاش الذاكرة واستيعاب فائدة الطاقة. ده نموذج لامتحان انا كنت عاملاه للطلبه، كنت عاملاه على شكل كلمات متقاطعه، وكان المطلوب ان هو يطلع لي الكلمه اللي في النص دي اللي هي متظلله باللون الرمادي، وكنت جايبه له الكلمات حاجات معلومات عامه وحاجات اللي باللون الاحمر ده من الكورس نفسه. فانا بلخص له الكورس، بنشط له الذاكره، وفي نفس الوقت انا بديله حاجه معلومات عامه. كان الهدف الاساسي منها غير إن هو بيسترجع معلوماته عن الكورس وبيمتحن بشكل غير تقليدي من غير ما يحس إنه امتحان عادي، إن أنا كنت بمهد للمحاضرة اللي بعدها، إن أنا عايزاه يفكر تفكير إبداعي فيوصل للهدف بأقل عدد من الخطوات. أنا عايز الكلمة دي بس، المظللة بس، وبالتالي هو ممكن يختار من الحاجات اللي عنده دي الكلمات اللي فيها الأرقام، الجزء اللي أنا عايزاه متظلل ده بس، ويحل الامتحان بسرعة. وفي طلبة فعلا عملوا كده، وبدأت أشرح لهم بعد ما خلصوا إيه الهدف منها وليه فلان خلص بسرعة قبلكوا، لأنه هو ركز إن هو يخلص الكلمة المطلوبة، لأن ما طلبتش منك إن أنت تستكمل لي الكلمات المتقاطعة كلها، أنا طلبت منك تطلع لي الكلمة المظللة بس. فبدأ الطلبة يستوعبوا فكرة يعني إيه أفكر بشكل إبداعي وأوصل للحل اللي أنا عايزاه بأقل خطوات ممكن. في أمثلة تانية دكاترة، في مواقع بتقدم لي سلايدز باوربوينت جاهزة زي السلايد دي، أنا ممكن أحط فيها مجموعات أو أسامي الطلاب، وفي آخر كل محاضرة مثلا بعمل التقويم التكويني بعمل كده وبوقفها، هي بتختار عشوائي مثلا رقم مجموعة اللي هتناقش أو اسم الطالب اللي هيتسأل السؤال ده. دي برضو من الحاجات اللي بتبقى ظريفة في وسط المحاضرة. في حاجة تانية ممكن أستخدمها اللي هي في مواقع بقى ابلكيشن يا دكتوره، السبند ابلكيشن. لا يا دكتوره، دي سلايدز شو جاهزه، حضرتك بتلاقيها باوربوينت جاهز، هو حضرتك بتحطي بياناتك بس. تمام. في حاجات مواقع بقى نت يا دكتوره بتقدم لي برضو اوبشن ان انا اعمل بيها اكزامز تكون على شكل لعبه. يعني أنا ده مثلا موقع وورد وول، ده حضرتك بتدخلي تسجلي عليه وبيبدأ يديكي options، كل حد بيدخل يسجل عليه بيبقى له 5 ألعاب free حضرتك بتستخدميها زي ما أنت عايزة. ده مثال للعبة، بس ثواني تفتح معي. يعني أنا لو بقوله كده الطالب بيفتحها بتعمله start. بيبدأ يسألوا الأسئلة. تمام. وعنده بقى هنا اختيارات زي لعبة كده، من سيربح مليون، عايز وقت إضافي، عايز 50-50 يمسح له شوية إجابات، عايز يضاعف له السكور، هو متأكد من الإجابة فعايز يضاعف سكور السؤال ده، وبيبدأ يحل الأسئلة ورا بعضها، وكل كام سؤال بيبقى فيه اوبشن جوائز ان هو يديله
وقت إضافي فري أو يديله درجات زيادة على الأسئلة. فدي مثلا لعبة ممكن نعملها عن طريق الموقع ده، بدخل بختار الألعاب اللي أنا عايزها وببدأ أدخل فيها بس البيانات بتاعتي. في حاجة تانية دي برضو لعبة جاهزة على الباوربوينت، حضرتك برضو بتنزلها في مواقع كتير، بتنزل ألعاب باوربوينت جاهزة. اللعبة دي جاهزة حضرتك، بس بتدخل البيانات بتاعت المادة بتاعت حضرتك. مش عشان مفتوح عليه أكتر من حاجة فبيبقى جاهز بيتقل شوية. يعني مثلا اللعبة دي أنا ببدأ اللعبة، بيحط له السؤال، تمام، ببدأ أختار الإجابة كطالب، فبيقول له أوكي اضغط بقى على الزرار الأخضر عشان تروح الدور اللي بعده، فببدأ أدخل في الدور اللي بعده، بيفتح لي سؤال تاني، تمام. لو أنا جاوبت غلط، لو أنا جاوبت صح بيقول لي اطلعي على الزرار اللي بعده. طب نفترض ان انا جاوبت غلط، هيفضل بقى يقول له الصح صح لغاية ما يوصل للنهاية. هنا مثلا انا بختار اجابة خاطئة، فبيقول للطالب انت خسرت المسابقة، عايز تحاول مرة تانية، فبيقول له وبيبدأ يحل الاسئلة من اول وجديد. ده مثلا مثال، دي اللي لعبة جاهزة. طيب في كتب زي ما قلت، في كتب كتير بتتكلم في الموضوع ده، في كتب بتتكلم عن الألعاب عموما وازاي نستخدمها وازاي أبدأ استخدمها، زي الألعاب التربوية، زي تدريب التدريس بتاعي. في كتب تانية فيها ألعاب زي الكتاب بتاع Communication Activities ده وIce Breaks ده، في ألعاب وبيشرحها لحضرتك وهي محتاجة وقت قد ايه ومحتاجة أدوات ايه تحضرها وبتستخدم امتى وازاي وتقدر توظفها ازاي. وزي ما قلت لحضرتك، حضرتك مع الممارسة بنبدأ ان احنا بتبدأ تألف حضرتك لعبة من تأليفك وتحط تفاصيلها، وده بيبقى متعلق اكتر بأهداف المقرر لان حضرتك اللي حطيتها، وممكن تاخد الفكرة وتبدأ تطبقها بشكل تاني على المادة بتاعتك. في مواقع، الموقعين الاوليين دول فيهم سلايدز داتا شو سلايدز باوربوينت جاهزة، حضرتك ممكن تنزلها وتبدأ تحط الأسئلة اللي انت عايزها. وورد وول ده اللي كان عليه الإجزام اللي وريته الحضرات كله، هو بتاع من سيربح زي من سيربح المليون ده، ده برضو بيدي حضرتك فري 5 لعب حضرتك ممكن تستخدمهم زي ما انت عايز، وبعد ما بتخلص اللعبة بتاخد اللينك بتدي للطلبة يدخلوا عليها. الموقع ده كذلك فيه ألعاب برضو، حضرتك ممكن تعمل لعبة وتبدأ ان انت تدخل الطلبة على اللينك بتاعها يملوها. ده كان يعني اختصار كده، حاولت في وقت قصير ألخص لحضراتكم ازاي نستخدم الألعاب. زي ما شوفتوا حضراتكم بنستخدمها لأكتر من هدف، ممكن ان انا استخدمها كلعبة لعبة خالصة ان انا بحقق بيه هدف تعليمي، وممكن استخدمه اكزام ولكن على شكل لعبة،
وممكن احط لعبة ترفيهية بس لمجرد الايس بريكنج او لمجرد ان انا انعش الطلاب خلال المحاضرة، ولكن يكون لها برضو هدف انا مستهدفاه، عايز اعرف معلومة معينة، فبدل ما اسألهم بشكل مباشر بعمل لعبة وبشوف انطباعاتهم عاملة ازاي. دي كلها استخدامات للالعاب التدريسية. لو حد من حضراتكم حابب يسأل في اي حاجة. ألف شكر دكتورة دينا، أنا عارفة أن حضرتك اختصرتي علشان الوقت بيداهمنا، بس أنا عارفة كان لو معاكي وقت كان زمان اشتغلنا على الحاجات دي ولعبنا فعلا، بس الوقت فعلا ضيق. لو في أي حد من حضراتكم يحب يسأل دكتورة دينا سالم أو دكتورة دينا وهيبة، احنا معانا تقريبا 5 دقايق أو أقل. هي دكتورة دينا مشكورة، نزلت لنا شوية حاجات على الشات برضو اللي يحب يرجع لها. هي طبعا فكرة الجيمينج مع الطلبة بتأتراكت جدا انتباههم، وفعلا ممكن يكونوا بعد ما أخدوا جرعة من المادة العلمية كده وسرحوا، بنرجع نفوقهم ويصحصحوا معانا، بينبسطوا جدا، بيخليهم متحمسين كده وطول المحاضرة قاعدين متشوقين مين اللي هيفوز ومين هيكسب وانا هحل صح والكلام ده كله، فبتبقى من الحاجات الـ very attractive للطلبة. انت صحيح فعلا. ألف شكر دكتورة دينا. اعتقد هل كمان هل في بتغير حد المود بتاعهم، يعني كمان بتخليهم جدا يعني قصدي خصوصا لو مرحبين محاضرة بالمادة الساعة وحابين 8 المادة الصبح مثلا؟ جدا يعني يعني بيحب المقرر كله على أساس ان هم بنيجي نلعب يعني، بس حاسين ان هي فعلا موضوع هادف مش ان هو بس بيلعب وخلاص يعني فعلا يعني. بالظبط بالظبط، وبتخليهم متحمسين هم يجوا المحاضرة الجاية، لأن المحاضرة الجاية برضو فيها جيمينج وفيها كومبيتيشن وفي ناس هتسأل، بتبقى فعلا أفكار جميلة جدا. ألف شكر لحضراتكم، احنا كده خلصنا السيشن بتاعتنا، وشكرا للحضور، ألف شكر لحضراتكم جميعا، وبالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله نطبق الحاجات اللي احنا اتعلمناها النهاردة مع دكتورة دينا وهيبة ودكتورة دينا سالم، حاجات ممتعة وجميلة، وألف شكر لحضراتكم ونشوفكم بخير.